السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم. معكم دهشان حسن دهشان، وجمعنا بحلقه جديده من حلقات المسجله فارما تيوب من كتاب فارما جايد. حلقتنا النهارده هي الحلقه رقم 123 بدايه من فارما تيوب، الحلقه رقم 2 بدايه من شابتر درماتولوجي. وان شاء الله الموضوع بتاع النهارده في الدرماتولوجي موضوع مهم جدا جدا، لانه موضوع منتشر بشكل كبير ويعتبر بصراحه من اهم مواضيع الدرماتولوجي. يمكن الحلقه دي برضو انا بعتبرها حاله تحدي بالنسبه لي ان انا اقدم فيها محتوى كويس وشغل كويس ان شاء الله. حلقتنا النهارده يا جماعه هتبقى حلقه كبيره شويه، هنتكلم فيها عن موضوع الاكني فولجاريز، اللي هي الاكني يعني المعترف بيه، بنقول اكني على طول ولكن هو اكني فولجاريز، وده اللي هو حب الشباب، لان في بعض انواع تانية من الاكني يمكن هنعرفها برضو في حلقتنا زي الاكني الروزيسي والحاجات دي، ولكن احنا بنتكلم نقول اكني. طيب اكني ده اللي هو حب الشباب، طبعا موضوع منتشر جدا ومشهور جدا جدا، وما ينفعش اي صيدلي واقف في الصيدليه ما عندوش المعلومات الكافيه بهذا الموضوع الهام. معلش انا يمكن صوتي في برد شويه، سجلنا حلقه الديرما الاولى ورحت واخد دور برد وما زال مستمر معايا. ان شاء الله باذن الله يعني نحاول باذن الله نقدم الحلقه بالاكمل وجه ان شاء الله في المحتوى، بس اعذروني لو في تغير في الصوت او في مشكله شويه. ده بالنسبه لموضوعنا النهارده. موضوعنا هنقسمه يا جماعه لاكثر من جزء. في البدايه ان احنا ان شاء الله هنتكلم الاول نعرف التعريف بتاع الاكني، نتكلم شويه عن البريفيلنس. البريفيلنس مهمه انك تعرفها لاسباب كتيره، لازم تعرف الموضوع ده منتشر ولا لا، او لازم تقنع المريض بانتشاره بشكل كبير، لان المريض بيبقى في حاله نفسيه مش كويسه، فاقناعك بانتشاره دي حاجه ممكن تهدي نفسيته شويه، لان الموضوع بتاع الاكني بيدي جانب سيكولوجي شويه مش كويس، مش مجرد فيزيكال ظهور حبوب او كده. المريض خاصه لو البنات الصغيرين بيبقى في عندهم مشكله نفسيه، في انكزايتي كمان، في حاجات كتير. نيجي نتكلم عن ايه؟ هنتكلم على البيبينس، بعد كده هنتكلم على الفورمز والسيفيريتي بتاعتهم ونقسمهم، وهنعمل كلاسيفيكيشن، وهنعمل شويه ديفرنشال دايجنوزس، ونتكلم على الكومبليكيشنز، وبعدين هنتكلم على الايتيولوجي والباثوجينيسيس بالتفاصيل، وبعدين هنتكلم على الكومبليكيتنج فاكتورز او الريسك فاكتورز، وبعدين هنتكلم على المانجمنت من الاخر جايد لاين مقدم من الامريكان اكاديمي اوف درماتولوجي، ده اتقدم في 2016، ده احدث حاجه هنتكلم عنه ان شاء الله ونطلع منه ريكومنديشنز كتيره جدا، ونعرف ازاي بنتعامل بالظبط. هنتكلم على الادويه كلها اللي بيتم استخدامها. بعدين هنبدا ان احنا نتكلم على حاجات اخرى، وان شاء الله في جزء في الحلقه اسمه فقره الصيدليه نتكلم فيها عن الكوزموتكس اللي بيتم استخدامها في الاكني كلها، والبراندات الكبيره من الكوزموتكس اللي بيتم استخدامها، وده هيبقى فقره الصيدليه اللي بنقدمها، وده الجديد في محتوى الدرماتولوجي. فقره الكوزموتكس مش هتبقى موجوده في الكتاب، موجوده في فقره الصيدليه. ما ينفعش ان احنا نتكلم عن منتجات وبراندات مش مذكوره في اوراق بحثيه او مش مذكوره، ولكن هي ممكن تبقى مفيده كعنايه للبشره، ولكن دي هنتكلم فيها في فقره الصيدليه، مش هتبقى موجوده معانا في فارما جايد ككتاب. ما ينفعش ان احنا نكتب حاجات زي كده، ولكن يهمنا ان احنا نعرف حاجات زي كده بالنسبه لشغلنا وبالنسبه ان احنا نشتغل. ففي فقره الكوزمتكس هتبقى فقره الصيدليه وتبقى فقره كبيره شويه. فحلقتنا النهارده يا جماعه هتبقى حلقه طويله. طبعا احنا بنتكلم في حلقه 123، فلما نتكلم بسرعه ونشرح بسرعه ما نستغربش الموضوع، يعني رجاء ما نستغربش الموضوع، احنا بنتكلم في حلقه 123 مش حلقه للبدايه لسه، احنا بنتكلم بسرعه. ففي بعض المواضيع في الحلقه النهارده هنشرحها بسرعه قوي. تعالوا بينا نخش في حلقه النهارده. نخش في حلقه النهارده نتكلم عن الديفينيشن، وده التعريف بتاع اكني. ازاي اقول اكني؟ ايه اللي يخليني اقول ان ده اكني؟ اكني فولجاريز يا جماعه هو في الاول كرونيك انفلاماتوري سكين ديزيز، ما هواش حاجه اكيوت، ده كرونيك بيقعد مع شخص فتره كبيره، بيضم حاجتين او حاجه منهم. اول حاجه اللي هي البلوكج اوف بايلوسبيشوس يونت، يبقى دي اول حاجه، يبقى طالما البايلوسبيشوس يونت اتقفلت دي ممكن بتتقال عليها اكني، تمام؟ درجات الاكني هنعرفها، لكن ده بيتقال عليها اكني. ايه البايلوسبيشوس يونت؟ طبعا الناس يا جماعه رجاء اللي ما سمعش الحلقه الاولى الانترودكشن يا ريت يسمعها، كل ده معروف من الحلقه اللي فاتت. البايلوسبيشوس يونت حاجتين، الهير فوليكل مع الايه السبيشوس جلاند بتاعتها، يبقى السبيشوس جلاند ملاصقه للهير فوليكل، الاثنين دول مع بعض بقول عليهم البايلوسبيشوس يونت. لو اتقفلت دي بيبقى مرحله من مراحل او يعني حالات مايلد خالص من الاكني، تمام؟ يبقى لو اتقفلت خلاص ده بنقول عليها اكني. لو حصل لها انفلاميشن من الانفكشن ده بنقول عليها اكني. يبقى البلوكج اند اور، يبقى اند اور يبقى البلوكج مع انفلاميشن اكني، بلوكج لوحده ده ايضا اكني. بلوكج يعني هيكون يا جماعه رؤوس بيضاء ورؤوس سوداء اللي هو بنقول عليها الكوميدنز، خلاص؟ يبقى الكوميدنز هو مجرد بلوكج، تمام؟ اتقفلت، تمام؟ فعملت ايه؟ رؤوس بيضاء ورؤوس سوداء، ده هنعرفه برده، هنعرف تفاصيلها، ولكن انا عايز اعرفك طالما وجود في بلوك للبايلوسبيشوس ده انا بقول عليه اكني. اند اور يبقى مع انفلاميشن او وجود انفلاميشن في البايلوسبيشوس يونت برضه نتيجه انفكشن بيحصل، تمام؟ ده بنقول عليه برضه اكني. طب بيتميز بوجود ايه الاكني؟ بيتميز بوجود اوبن او كلوز كوميدونز،
خلاص الاوبن بنقول عليها بلاك هيد، وعايزك تعرفها اوبن ليه بلاك هيد، لان اوبن مفتوحه، والبلاك هيد دي عباره عن كتله دهنيه مجمده مفتوحه وظهرت في الهواء، حصل لها اكسيديشن فبقى لونها اسود. تمام، يبقى الكوميدونز دي هي الرؤوس السوداء والبيضاء يا جماعه. خلاص بنقول على الواحده فيها كوميدو، الجمع بتاعها كوميدونز. طيب البلاك هيدز دي اللي هي الرؤوس السوداء، في كده ثغرات في البثوث، الثغرات بتاعه البشره كده، في بايلوسبيشال سوداء تحتها بتطلع محتوى دهني، المحتوى الدهني ده بيبقى بينشف. تمام، وبيزيد افرازه فبينشف، فلو اتعرض حصل له اكسيديشن بقى البثوث دي مفتوحه، فبنقول عليها ايه؟ رؤوس سوداء. لو مقفوله يبقى المحتوى الدهني ده ما حصلوش اكسيديشن، فبقول عليها ايه؟ الوايت هيدز. يبقى بنقول عليها اوبن كوميدونز اللي هي البلاك هيدز، او كلوز كوميدونز اللي هي الوايت هيدز، او انفلاماتوري ليجنز. زي ايه انفلاماتوري ليجنز؟ زي حاجه اسمها بابيولز، حاجات اسمها بثور اسمها بابيولز، وبثور اسمها بابيولز اللي هي الجمع بابيول بصره واحده، او يعني وجود بصره واحده اسمها بابيول، بوستيولز الجمع ايضا بنقول على الواحده منها بوستيول، نوديولز جمع بنقول على الواحده منها نوديول. كل دي هنعرف صورها. يعني هنا دي وايت هيد، المسام هنا مقفوله، ولكن تحتها كتله دهنيه لونها ابيض، لو دوسنا عليها نطلعها باللون الابيض، دي بنقول عليها وايت هيد، دي بيبقى لونها اسود باين في الجلد اسود، لان المحتوى الدهني اتعرض لاكسده فبقى بلاك هيد. دي اللي هي البابيول، ممكن تبقى انفلامد ونون انفلامد، ولكن اهم حاجه ما يبقاش فيها بصمه، ما يبقاش فيها صديد. طالما وجود فيها صديد يبقى اسمها بوستيول، البوستيول هو الصديد، بص صديد، بوستيول صديد، نوديول دي بقى بتبقى زي البوستيول ولكن بتبقى اعمق واوسع، اعمق بزياده في الويدث والديبس بتاع البوستيول. تعالوا بينا نتكلم بعد. يبقى ده الديفينيشن يا جماعه، ده الكلينيكال ديفينيشن. عايز اقول لك ان النيديولز كانوا بيطلقوا عليها برضو في تعريفات سابقه، او في المدارس السابقه في الموضوع ده، كان بنقول عليها سيست، سيست اللي هي ايه؟ اكياس، وكنا بنقول على النوع ده ايه؟ سيستك اكني. خلاص، بس المصطلح تغير في الكلام الحديث، المصطلح تغير شويه هنعرفه لما نيجي نتكلم على الانواع. انا بس عايزك تفهم التعريف. التعريف يا جماعه زي ما اتفقنا، هو كرونيك ديزيز بيتضمن بلوك اند اور انفلاميشن في البايلو سبيشال سونت، مع وجود او كلوز كوميدونز او انفلاماتوري لوجنز اللي هي ايه؟ انفلاماتوري لوجنز، بابيولز، بوستيولز، نوديولز اللي هي عليها سيس. خلينا نتكلم على البريفالنس، ويهمني صدقني يهمني انك تعرف شويه ارقام منها في حالات، يعني تعرف شويه ارقام تحفظها تبقى معاك في الصيدليه، لان انت هيجي لك حالات من الاكنز. لان انت هيجي لك حالات من الاكني، هيبقى فيه بنات صغيره الحاله النفسيه عندها بتعمل مشكله، فالحديث معاها في البريفيلنس وانتشاره هيديها شويه المقاومه شويه لهذا المشكله اللي عندها. الاكني يا جماعه لازم نعرف ان هو كومن سكين ديزيز، خاصه في سن المراهقه واليونج ادلت. الاكني يا جماعه في امريكا حوالي 50 مليون شخص مصاب بالاكني فولجاريس، انت متخيل 50 مليون شخص في سن المراهقه؟ حوالي بيأثر على حوالي 85% من سن المراهقه. يعني سن المراهقه لما تيجي واحده زعلانه ان عندها اكني، لا ده انت بيمثل عند 85% ظهور الاكني. البريفيلنس في الادلت وومن حوالي 12%، ما بيعملش اي مورتاليتي، ما بيسببش وفاه، ولكن بيعمل شويه فيزيكال سايكولوجيكال موربيديتي، شويه مشاكل فيزيكال زي ظهور الحبوب، دي الفيزيكال، الحاجات اللي ظاهره دي كلها فيزيكال سايكولوجيكال موربيديتي. خلاص يا جماعه، ممكن يظهر سكارنج، ممكن بيديني بقى الحاجات السايكولوجيكال، البور سيلف ايمج، ديبريشن وانكزايتي. ده بالنسبه للبريفالنس. تعالوا بينا نخش في الفورمز بتاعت الاكني والسيفيريتي بتاعته. الاكني بتظهر فين؟ في الاماكن اللي فيها اكتيفيتي عاليه من السبيشوس جلاند. السبيشوس جلاند موجوده فين؟ في اماكن عاليه ليها اكتيفيتي عاليه، موجوده في اول مكان وهو الوجه، لان المكان ده محتاج للترطيب وكده، فبالتالي هنلاقي ان السبيشوس جلاند ليها اكتيفيتي عاليه، فنلاقي ده المكان اللي بيظهر فيه. ممكن يظهر في اماكن ثانيه زي النيك والتشيست والباك والشولدرز، دول اشهر اماكن ليهم اكتيفيتي عاليه من السبيشوس جلاند. ايه هي الفورمز بتاعته؟ الفورمز بتاعته زي ما احنا موجوده معانا في الصور كده يا جماعه، دي الهير فوليكل الطبيعيه بالسبيشوس جلاند الطبيعيه، افرازات طبيعيه جدا، ولكن لما يحصل هنا في هنا ظهور افرازات زياده، ومع فتح التكوين للمحتوى الدهني الهارد ده، يبدا ان هو متعرض للهواء فيحصل له اوكسيديشن، بعد كده دي بنسميها البلاك هيد او الاوبن كوميدو، كوميدو او بلاك هيد. دي الكلوزد كوميدو، هنا المحتوى الدهني لم يتعرض للاوكسيديشن، مقفول هنا، ولكن في هنا اتقفل في عمليه هايبر كراتينيزيشن، هنا الكراتين ابتدى قفل المسام هنا، فلما قفل المسام بتاع بصيله الشعر البالسوبيشوس يونت كلها اتقفلت، المحتوى الدهني ده مش قادر ان هو يطلع، فلما هو مش قادر ان هو يطلع، تمام،
ابتدى يعمل لي زي ايه ظهوره كده بشكل بسيط، ممكن ان احنا لما دوسنا عليه ممكن يطلع. ده بنقول عليه يا جماعه الكلوزد كوميدو او الوايت هيد، وهي كلوزد عشان ما حصلهاش ايه اوكسيديشن، وهي بتبقى كلوزد، يبقى ممكن نقول عليها كلوزد كوميدو او الوايت هيد. طيب بعد كده بتبدا ان هي تكبر شويه وكده، فبنقول عليها بتكبر وتدي ارتفاع جلدي ظاهر جدا جدا، دي بنقول عليها البابيول، تمام. وممكن يحصل انفلاميشن ولكن ما يبقاش فيه بص. اما بقى لما يحصل فيه انفلاميشن، بص طالما البص ده هيجي نتيجه انفكشن، ففي انفكشن هيحصل بنوع من انواع البكتيريا هنعرفه دلوقتي. البكتيريا دي هتعمل هتتغذى على المحتوى الدهني ده، وتبدا ان هي تطلع فاتي اسيدز، وهتعمل اريتيشن، وهتبدا ان هي يحصل فيه الانفلاماتوري سايتوكاينز هتبدا تطلع، فدي كلها هيبدا فيه انفلاميشن وتكوين البص، وهيبدا هنا يتكون البوستيول. فالبوستيول دي هي الحبايه اللي فيها الصديد، تمام. لو الحبايه اللي فيها الصديد دي ابتدت ان الانفكشن يحصل له ينزل للطبقات السفليه زي طبقه الديرمز، هو دلوقتي في طبقه الابيديرمز، ينزل في طبقه الديرمز بشكل كبير ويتعمق، ويحصل له يتعمق في الويدث والديبس، خلاص يعني يزيد في المساحه ويزيد في العمق. ده بنقول عليه بنقول عليها نوديول او سيست. خلاص يا جماعه، يبقى انا وجود الاكني يبقى موجود عندي حاجات زي الاتيه: اوبن كوميدو او كلوز كوميدو، مع وجود بابيول او بستيول او نوديول. طيب في عندي الفورمز بقى، احنا شفناها واتكلمنا عليها، ولكن هنتكلم عليها بقى، بنمسك واحده واحده نتكلم عليها. الفورمز عندي حاجتين: نون انفلاماتوري ليجنز وانفلاماتوري ليجنز. النون انفلاماتوري هي الكوميدونز اللي هي الوايت هيدز والبلاك هيدز، دي النون انفلاماتوري، دي بيبقى هارد بلاك يا جماعه، عباره عن اكوميشن من الكراتين مع الاويل، والكراتين هو ده هو اللي بيخلي الاويل سميك وبيخليه جامد. لذلك لما نشوف الرؤوس السوداء نلاقيها جامده، الرؤوس البيضاء نلاقيها جامده، عشان الاويل مختلط مع الكراتين. الكوميدي ده يا جماعه، الكوميدي دي ممكن تبقى اوبن، تمام، فبالتالي بتتعرض لاكسيديشن، دي البلاك هيد او الكلوز بنقول عليها الوايت هيد. خلاص يا جماعه، دي ممكن تحصل مع وجود، او يعني ممكن حدوثها وجود مع او بدون حبوب الاكني. المعروفه باسم حبوب الاكني هي وجود البستيول والبابيول، ولكن وجود الكوميدونز او البلاك هيدز او الوايت هيدز ده اول جريد بنقول عليها الجريد 1 من السيفيريتي بتاعه الاكني. الانفلاماتوري ليوجنز خلاص بتبقى عندي زي ما قلت لكم ثلاث حاجات: البابيولز، ودي مجموعه من الحبوب الصغيره اللي ما فيهاش اي بص، تمام. ممكن تبقى انفلاماتوري، ممكن هي انفلاماتوري بشكل بسيط ولكن ما فيهاش بص. طالما فيها بص تبقى بوستيولز، تمام. طالما فيها بص بقى وتعمقت بشكل في تعمقت في العمق والمساحه، دي بنقول عليها نوديولز او سيست. خلاص، والنوديولز دي كنا بنقول عليها برضو سيست يعني زمان كنا بنقول عليها سيستس، او ايه النوع ده من الاكني بنقول عليه سيستك اكني. طيب تعالوا بينا نتكلم عن الجريدنج او السيفيريتي بتاعه الاكني بصور واقعيه. كل الصور دي كان صور رسومات، خلاص خلينا نشوف صور واقعيه مع تفصيل ليها، ونعمل جريدنج او السيفيريتي بتاع الاكني او انواع الاكني او الكلاسيفيكيشن او اوف اكني. دي كلها مسميات صحيحه للسلايد دي. الجريد 1 دي بنقول عليها الكوميدونال اكني، يبقى ده نوع من انواع الاكني، ولكن نقول عليه كوميدونال اكني او الجريد 1. وجود الكوميدونز او وجود البلاك هيدز او الوايت هيدز، وايت هيدز بدون وجود الانفلاماتوري بابيولز، يعني البابيولز ممكن تبقى موجوده بس لازم تبقى يعني نون انفلاماتوري، لان البابيولز ممكن تبقى نوع من انواع الوايت هيدز ولكن لسه كبيره شويه عن الوايت هيدز العاديه. خلاص يا جماعه، فممكن يبقى موجود، اهم حاجه ما يبقاش فيه اي انفلاماتوري ليوجنز على الاطلاق. دي الجريد 1. دي يا جماعه شكل البلاك هيد. البلاك هيد دي شكلها، لو ممكن يتم ازالتها بالضغط عليها من الجوانب كده بشكل جنتلي، تبدا ان هي تطلع المحتوى الدهني المختلط بالكرياتين. دي الوايت هيدز يا جماعه ليها طريقه لازالتها، كل ده هنعرفه مع شرحنا في الحلقه. دي البابيول، تمام، مفيش هنا اي بص. البوستيول في بص، النوديول شايفين التعمق في السكن والتعمق في يعني عميقه بشكل كبير، دي بنقول عليها النوديول. طيب ده بالنسبه للجريد 1 هو الكوميدونال اكني. الجريد 2 بقى المايلد اكني. المايلد اكني وجود الكوميدونز مع شويه من البابيلو بوستيولز، وهنشوف صوره المايلد اكني دلوقتي. الجريد 3 مودريت اكني، لا ده فيه كوميدونز ومجموعه من الانفلاماتوري بابيولز والبوستيولز، عدد كبير شويه. الجريد بقى 4 اللي هو النوديولوسيستيك اكني او السيستيك اكني، ده كان مصطلح قديم ليه. ده يا جماعه وجود بقى الكوميدونز، يبقى الموضوع ماشي معايا بكله، يعني هنا في كوميدونز وشويه هنا برضو الكوميدونز موجوده مع بابيولز، هنا برضو الكوميدونز موجوده مع شويه بقى بعدد كبير من البابيولز والبسولز، مع ايه كميات من النوديولز. خلاص يا جماعه، يبقى كله فيه كوميدنس خلاص. وهنا نبدا نمشي ان هو في هنا بابيول مع بستيول بشكل بسيط، هنا بشكل اكتر شويه، هنا مع وجود بقى ايه زياده نوديولز. طيب تعالوا بينا نشوف صور واقعيه للسيفيرتي بتاعت الاكني. عندي ده المايلد اكني، يعني انت دلوقتي المفروض اول حاجه هتعملها
اول حاجه هتعملها ان انت لازم تحدد السيفيريتي بتاعت الاكل دي، اول الف ب خلاص، تحدد السيفيريتي، وتحدد السيفيريتي بناء على الكلام اللي احنا قلناه ده كله خلاص. يبقى الصوره اللي قصاد دي بتمثل لي ايه؟ بتمثل لي مايلد اكني، ليه؟ وفي انا عندي هنا وايت هيد، وايت هيدز وشويه بسيطه جدا من البوبيوز خلاص. بس هنا لا، ده الدنيا فيها بوبيوز بستيولز كتيره تمام، مع مع الكوميديومز موجوده ايضا، دي المودريت اكني. لا هنا الموضوع مختلف، في هنا نوديولز كتير قوي، دي بنقول عليها النوديولوسيستيك اكني او السيستيك اكني. النيودروسيستيك اكني او السيستيك اكني ده ديب انفكشن، هو كده كده يا جماعه طالما وصل للبوستيول يبقى في صديد، يبقى في انفكشن. الانفكشن ده بيحصل له ايه؟ بيبقى في دي بيحصل ديب انفكشن، فبيبقى لارج، بيدخل في طبقات الديرمز، وطالما طبقه الديرمز تعرضت للخطوره هيديني عرضه الى ظهور السكارز خلاص. يبقى بص، هي طبقه الديرمز دي، والله يا جماعه حلقه الحلقه اللي فاتت حلقه مهمه، حلقه مهمه، احنا شارحينها عشان ما نتعبش، شارحينها عشان ما نتعبش. طبقه الديرمز دي مليئه بالكولاجين، طبقه الديرمز دي مليئه بالكيراتينوسايتس اللي هي الكيراتين، كل ده المفروض كنا طلعنا بيه بالحلقه اللي فاتت. الكولاجين يا جماعه هو اللي بيمسك طبقه الديرمز، طبقه الديرمز لو الكولاجين اللي فيها من الانفكشن والانفلاميشن حصل فيه تكسير او لص، هيحصل فيه سكار، هيحصل فيه هبوط جلدي، هيحصل فيه الندبات اللي بتظهر مع حبوب الشباب اللي هي النوديولوسيستيك اكني خلاص يا جماعه. ده بالنسبه للنوديولوسيستيك اكني او الانواع بتاعه الاكني. في عندي حاجه اسمها الديفرنشال دايجنوزس. الديفرنشال دايجنوزس بقى نتكلم عن حاجه شبيهه بالاكني، زي حاجات اكني مختلفه. يبقى كلمه اكني هو مصطلح عام وشامل، ولكن حلقتي النهارده بعنوان اكني فولجاريز، لان في حاجات تانية من الاكني زي الاكني الروزيسي. الاكني الروزيسي هو عباره عن مجموعه ما بين حاجتين، الروزيسي هو الاحمرار مع الاكني. يبقى الروزيسي ده عباره عن احمرار يا جماعه، في الغالب بينتج نتيجه بيحصل له فلير كل فتره نتيجه ظهور انفلاماتوري ميدييتور زي الهيستامين، وبعض الانفلاماتوري ميدييتور زي الانترليوكن 1 و6 والانترليوكن 8 والتيومر نيكروزس فاكتور الفا وحاجات تانيه من الانفلاماتوري ميدييتورز. بيحصل فلير كل فتره كده للشخص، بتلاقي وشه محمر في منطقه الخدود او منطقه الانف مع ظهور حبوب شباب معاها، فبنقول عليها اكني روزيسي، لان كومبينيشن ما بين الروزيسي والاكني، وده منتشر شويه ودي صوره معروفه وواضحه وبيظهر في خلال فلير كل فتره، ومش معتمد على سن المراهقه او كده بخلاف الاكني بيظهر في سن، لا معتمد، بيظهر غالبا بتبقى تلاقيه في الادلتس خلاص. ده بنقول عليه الاكني روزيسي، وده ده موضوع تاني خالص تمام. في انواع تانيه من الاكني، انواع نادره جدا مش شرط انك تعرفها، ولكن انا عايز بس اعرفك ان احنا بنتكلم عن الاكني فولجاريز. بعد كده ندخل في الكومبليكيشنز. الكومبليكيشنز بتاعت الاكني حاجات بقى يعني حاجات اعمق من اللي احنا كنا بنتكلم فيها في مجرد بوبيوز او بستيوز او نديوز. لا، الموضوع تطور، ان في حاجه اسمها اكني سكارز. اكني سكارز يا جماعه الندبات الجلديه اللي بتظهر من يعني نواتج الحبوب دي كلها، بتبقى ناتجه عن ان حصل الانفكشن والخلل كان في الانفكشن في وخاصه في النودولوسيستيك اكني، بيبقى فيه الانفكشن وصل لطبقه الديرمز وبدا ان هو يكسر من الكولاجين وبدا ان هو يعمل لي المشاكل. طالما الكولاجين حصل فيه مشكله في الحته دي، يبدا ان هو يحصل فيه هبوط جلدي او يحصل فيه ندبه او ايه ظهور هذه الندبه. بتختفي بعد شهور عديده او سنوات، ممكن تتطلب الامر الى جراح تجميلي او تتطلب الامر الى استخدام اجهزه زي الليزر وكده لازالتها، وممكن يتم استخدام حاجه من نوع من انواع البيلينج اللي هي التقشير، الكيميكال بيلينج اللي هو التقشير يا جماعه. دي ممكن في بعض الندبات الخفيفه، ده هنقولها برضه في حلقتنا النهارده. لكن عايز اقول لك في السلايد دي انا عندي ثلاث انواع او 3 تايبس او 3 مين تايبس من السكارز. حاجه اسمها الايس بيك سكارز والبوكس كار سكارز والرولينج سكارز. الايس بيك سكار سكارز دي يعني دي اصغرهم في المساحه حوالي 2 مللي خلاص، وبتبقى ديب شويه يعني عميقه شويه زي حفر كده، حفر 2 مللي صغيره. في الحفر دي يا جماعه نتيجه ان هو الانفكشن وصل لطبقه الديرمز، دي الايس بيك، ده شكل الايس بيك سكارز. دي البوكس كار سكار، بيبقى السكار البوردز بتاع البوردرز بتاعتها شاربر، وبيبقى الحجم بتاعها اعلى شويه من الايس بيك. في بقى الرولينج دي بقى حجمها اعلى يعني مساحتها، سوري مساحتها، المساحه بتاعتها واخده مساحه اكبر من الايس بيك، والبوكس كار مساحتها من 4 ل 5 مللي في الواحده، في فبالتالي دي بتبقى مساحات كبيره، دي بنقول عليها الرولينج سكارز. والسيفيريتي بتاعتها يعني الايس بيك بتبقى اصغر، البوكس كار شويه زياده، الرولينج بتبقى اكبر من الاثنين اللي فات. ده بالنسبه لانواع السكارز. مش هو ده بس المضاعفات، في حاجات تانية زي الاكني هايبر بيجمنتيشن سبوتس. بصوا يا جماعه،
هو يعني ايه اكني؟ يعني حاجتين، انفكشن وانفلاميشن، انفكشن وانفلاميشن. الانفكشن والانفلاميشن بيبدا ان هو يعمل ايه؟ يبدا ان هو يحفز خلايا الميلانوسايتس اللي هي بتفرز الميلانين ان هي يتم افرازها بشكل كبير. يبقى وجود انفكشن او انفلاميشن، خاصه الانفلاميشن في السكين، تمام، بيحفز خلايا الميلانوسايتس ان هي تفرز ميلانين بشكل كبير، ويحصل بروليفريشن للخلايا بشكل كبير، تلاقي كميه خلايا موجوده بشكل كبير. ده يبدا يديني زياده في التصبغ بتاع الجلد في المنطقه اللي حصل فيها انفلاميشن. الموضوع بيأثر قوي مع ظهور تعرض المناطق دي للشمس، اشعه الشمس اليو في راديشن، خلال وجودها او خلال حدوث الانفلاميشن او الايه الانفكشن. يبقى حبوب الشباب يا جماعه، لما في انفلاميشن انا عندي الحبه ملتهبه وفي انفلاميشن في الطبقه، يبقى الانفلاميشن ده اصلا بيحفز الطبقات دي، الشمس اصلا بتحفز اكتر، فالتعرض للشمس بيزيد الموضوع اكتر. لذلك بينصح ان حد عنده حبوب شوية ان هو يتعرض للشمس يحط سان سكرين، بيقلل الريسك بتاع الهايبر بيجمنتيشن. حدوث يا جماعه اي انفلاميشن في طبق، انت اتعورت، حصل لك بيرن، اي انفلاميشن بيحصل في السكين مع التعرض للشمس، فرصه حدوث الهايبر بيجمنتيشن عاليه. خلاص بنقول عليه بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. خلاص يعني لما واحد يتحرق مثلا في طبقات من السكن درجه اولى درجه ثانيه، واحد يتجرح، ذوق تعرض الجرح او الحرق اللي فيه انفلاميشن للطبقات، او فيه نيو سكن، النيو سكن اللي بيتكون، او طبقه الابيدرمز الجديده اللي بتتكون، تعرضها لليو في راديشن او تعرضها للشمس في الفتره دي، فرصه ظهور الهايبر بيجمنتيشن عاليه جدا. خلاص يا جماعه دي نقطه تحطها في دماغك، ويمكن هنقولها في الصن بيرن او الصن دامج هنقولها، بس دي تحطها في دماغك. تعرض للشمس في وجود الانفلاميشن في السكين دي خطوره كبيره جدا. ده بالنسبه للاكني هايبر بيجمنتيشن سبوتس، في الاكني ريد سبوتس، ودي بتبقى في الاشخاص اللي لونهم ابيض، يعني في بشرتهم بيضه شويه، ده بعد يعني بعد الحبه ما تختفي شويه والانفكشن يروح بشكل بسيط يبدا يظهر في سبوتس كده، ودي مش بتطول زي الهايبر بيجمنتيشن سبوتس، يعني ممكن تقعد اسابيع او شهور وتختفي لوحدها، وده نتيجة زيادة في إفراز الفري راديكالز، وزي ما قلت لكم دي في البشرة البيضة بتظهر بشكل كبير. آخر حاجة في الكومبليكيشنز، وبصراحة أنا بعتبرها إن لازم يبقى فيه اهتمام بيها شوية، وهي الدبريشن. إن الشخص اللي بقى عنده أكني عنده أنكزايتي عالية، ما عندوش الثقة بالنفس بشكل كبير، بيتعرض في النهاية إلى الضغوط دي كلها بتؤدي في النهاية إلى ديبريشن، سوشيال ويزدرول، ما بقاش ينزل، ما بقاش يخرج مع صحابه. الموضوع ده مهم جدا ان انت لازم تبقى عارفه ان ده بيتعرض للاشخاص اللي عندهم اكني، خاصه هم في سن المراهقه، والسن ده بيبقى من السنين الصعبه في حياه الشخص، خاصه ظهور اكني، فبيبدا ان هو يعمل له مشاكل نفسيه بشكل كبير. فبالتالي انا ممكن لو حدوث وجود ديبريشن لازم انصحه بيه ان هو يتعالج عند طبيب مختص، ممكن يعمل يوصف له او يتعمل له سايكو ثيرابي زي الكوجنيتيف بيهيفيور ثيرابي، او يديله بعض المواد الانتي ديبريسنت زي السيليكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتورز على حسب الحاله، ولكن انا لازم اعرف الحته دي. وزي ما قلت لكم حته البريفالنس دي ممكن تساعده، مع ان انا ممكن انصحه بنصائح ان هو يروح لدكتور نفسي لو الموضوع فعلا مأثر على حياته بشكل كبير. ده بالنسبه يا جماعه ل حديثنا عن كل الكومبليكيشنز بتاعت الاكني. بعد كده هندخل على الايثيولوجي والباثوجينيسيس. ندخل في الايثيولوجي والباثوجينيسيس. الاكني يا جماعه هو مالتي فاكتورال انفلاماتوري ديزيز، عباره عن انفلاماتوري ديزيز متعلق بعوامل عديده متداخله مع بعض. العوامل دي المدروس فيهم اللي حصل له يعني تم التوصل اليه والفهم ليه الاتيه. اول حاجه بيحصل يا جماعه حاجه اسمها فوليكولار هايبر كيراتينيزيشن. انا عندي يا جماعه طبقه الابيديرمس بتتكون من خلايا في الغالب كلها، معظم الخلايا اللي فيها 90% فمن فوق خلايا كيراتينوسايتس، والخلايا الكيراتينوسايتس دي بيبقى فيها الكيراتين، وبتبدا ان الخلايا دي بتبدا ان هي تتجدد بشكل مستمر حوالي 14 يوم في عمليه تجديدها. فالخلايا دي بيحصل لها تقشير من على طبقه الجلد الخلايا الميته، ويبدا خلايا حيه تموت مره تانية، وفي سايكل كده اتكلمنا فيها في الحلقه اللي فاتت. الخلايا الكيراتينوسايتس دي يا جماعه لو ما حصل لهاش تقشير بشكل مناسب، حصل لها تراكم على القنوات بتاعه البايل سبيشس يونت بتاعه البصيله الشعر، القنوات دي اللي المفروض القناه دي تبقى مفتوحه علشان يتم افراز الغده الدهنيه السبيشوس جراند، تفرز المحتوى الدهني بتاعها، ما يبقاش فيه بلوك هنا. لما بيحصل فوليكولار هايبر كيراتينيزيشن، والسبب ده في الغالب جينيتيك، يعني سبب تراكم الكيراتينوسايتس الميته هنا ويعمل بلوك، ده جينيتيك، وده اللي بيخليني اقول ان الاكني سببه في جينيتيك، يعني سبب ليه عامل كده عامل وراثي. خلاص
فبيبدا تتراكم اللي هي الحاجات دي اللي هي يا جماعه اللي هي الكورنيوسايتس، اسمها الكراتينوسايتس او الكورنيوسايتس الميته دي، بيحصل فيها تراكم خلايا الكراتينوسايتس الميته، مش بيحصل لها تقشير، مش بتتشال يعني، الطبيعي ان هي تموت وتمشي يحصل لها تقشير ويبدا الخلايا الحيه الثانيه ترجع، ولكن هنا بتتراكم فتعمل بلوك. البلوك ده بيبدا ايه؟ بلوك ده غده سبيشوس جلاند، تبدا ان هي تفرز المحتوى بتاعها، ولكن بيبقى فيه بلوك. السبيشوس جلاند دي بيحصل ليها ايضا بعض الفاكتورز اللي او بعض العوامل الباثوجينيسيس، يعني بيبقى ليها هايبر اكتيفيتي، يعني ممكن يحصل فيها هايبر اكتيفيتي، فالسيبوم اللي هو المحتوى الدهني اللي جوه ده بنسميه سيبوم، السيبوم ده بيبقى فيه هايبر سكريشن من السيبوم او زياده في البرودكشن بتاع السيبوم، وده السبب بتاعه سبب هرموني، والاندروجين هرمونز هي اكتر حاجه ممكن تسبب كده ان هي تزود افراز السيبوم. فانا عندي العوامل كلها، كل اللي انا بقول لك عليه ده متداخل مع بعض ومتشابك مع بعض، يعني في فوليكولر هايبر كيراتينيزيشن في نفس الوقت اللي انا بيحصل فيه فوليكولر هايبر كيراتينيزيشن في زياده في السيبوم برودكشن، خلاص؟ في نفس الوقت ده بيبقى فيه بكتيريا ممكن تبقى موجوده اسمها بروبينوباكتيريوم اكنس، تمام؟ بروبينوباكتيريوم اكنس دي بكتيريا لا هوائيه، لان هنا في مقفوله هنا بلوك هنا وبكتيريا لا هوائيه، ده بقى الوسط اللي موجود عليه، والوسط بقى كمان اكتر هي بتحب الغذاء بتاعها هو السيبوم ده، المحتوى الدهني ده هو الغذاء بتاعها، تبدا تتغذى عليه علشان تنشط البكتيريا، وتبدا ان هي كل ما هي بتتغذى طول ما هي بتنشط اكتر، فيبدا يتجمع يحصل فيه انفلاميشن ويحصل فيه صديد، الصديد ده بيبدا ان هو يتجمع هنا. لو في بقى الانفكشن سيفير ممكن يعمل بقى اللي هي ايه النوديولز، تمام؟ يبقى دي البوستيول، دي النوديول، يبدا ان هو يروح لطبقه الديرمز، وممكن يبقى في احتماليه كبيره للسكارز. دي يا جماعه كل اللي انا بكلمكم فيه ده خلاص بيبقى بيحدث مع بعضه كده، مع الستيجنج مع الوقت بيبدا ان الموضوع يتفاقم اكتر. نمسك حاجه حاجه، ولكن حاجه حاجه بس كل ده بيحصل مع بعضه عشان تبقى انت فاهم. هنمسك حاجه حاجه بس كل ده ممكن تلاقيه بيحدث في نفس ايه التوقيت. اول حاجه الاكزوست سيبم برودكشن، سيبوم برودكشن بيتم ريجوليشن بتاعه بواسطه هرمونز عديده، اشهرهم هي الاندروجين هرمونز، سواء كان في البنات او الولاد، يعني يعني كان احنا استخدمنا مصطلح البويز والجيرز مش الفيميل والميل، لان انا بتكلم عن ديزيز بيشتغل اكتر وبيبقى موجود في شكل اكتر في سن المراهقه، فالبنات والولاد الاندروجين هرمونز عندهم خاصه لسه ما حصلش يعني لسه في لخبطه في الهرمونز دي في سن المراهقه، بتبدا ان هي يحصل في تتاثر الغده اللي هي سبيشرز جلاند، بيحصل في زياده لافراز المحتوى الدهني بتاعها. الداي هايدرو تستوستيرون بنلاقيه بيزود السايز والاكتيفيتي بتاع سبيشرز جلاند. وجدوا ان البنات قبل سن البلوغ بشكل بسيط، يعني قبل البلوغ على طول، وجدوا انه في علاقه ما بين ظهور الاكني مع ارتفاع مستوى حاجه اسمها الدهيه اس، اللي هو الدهيه والاكتيف بتاع الدهيه اللي هو السلفيت اللي هو الدي هيدرو باندسترون سلفيت، وده يا جماعه اسمه الادرينال اندروجين، ده بيخرج من الادرينال جلاند، وده من احد الاندروجينز بتاعه الادرينال جلاند. خلاص يا جماعه وجد ان في علاقه، فده كله بيثبت لك علاقه الاندروجين هرمونز بالاكزيست سيبم برودكشن. ده حاجه. الحاجه اللي بعدها يا جماعه هي الفوليكولر هايبر كيراتينيزيشن، ودي اتكلمنا عليها، قلنا ان ممكن يبقى الموضوع متعلق بشكل جينيتيكالي كده، ان في زياده في البروليفريشن بتاع الكيراتينوسايتس، الكيراتينوسايتس دي هي الخلايا اللي قلت لك البروليفريشن بتاعها بيزيد مع نقص في الديسكواميشن اللي هو التقشير بتاعها. المفروض ان الخلايا طالما في خلايا كتيره بيتم انتاجها يبقى في خلايا الميته نشيلها، شيلوا الميتين اللي هنا عشان نحط ميتين تانيين، فاهمين اقصد ايه؟ فاللي سمع معايا الحلقه اللي فاتت عارف انا بقول ايه بالظبط. يبقى عشان يحصل في زياده في البروفيشن، لما بيبقى في زياده في الكراتينوسايت البروفيشن بتاعها، زياده في تكوينها وعددها ونقص في التقشير بتاعها، هيبقى هتتراكم. لو تراكمت بقى على القناه بتاعت الفوليكولر كانال، القناه بتاعت الفوليكلز، هتبدا ان هي تعمل لها بلوك، البلوك ده هيحجز السيبم تحته، وحجوز السيبم تحته مع وجود البكتيريا اللي انا هكتب لك في السبب الثالث هيبدا ان هو يعمل لي ايه؟ هيكمل لي السيكونس بتاع الباثوجينيسيس بتاع الاكني. خلاص يا جماعه ده بالنسبه لي حته الفوليكولر هايبر كيراتينيزيشن، فبيبدا ان هو يؤدي الى بقى ايه؟ البلاك هيد والبلاك هيد والوايت هيد اللي هي الاوبن والاوبن كوميدو والكلوز كوميدو. عايز اقول لك هي ليه بتبقى بلاك؟ لان قلت لك بيحصل فيه اوكسيديشن للمحتوى السيبم ده، والسيبم ده يا جماعه بيبقى فيه خلايا ميلانين،
الميلانوسايتس اللي بتفرز الميلانين بيبقى فيها من المكونات الميلانين، والميلانين لما بيتعرض للهواء بيحصل له اكسديشن، بيبقى اللون بيبقى بلاك، يعني مش الفات اللي بيحصل له اكسديشن او السكوالين هو اللي بيحصل له. السكوالين ده من احد مكونات الليبد اللي موجوده في السيبوم، لا اللي بيحصل له بيجمنتيشن هو الميلانين اللي موجود مع مكونات السيبوم، لان السيبوم بيحتوي على ميلانين، بيحتوي على ليبد ميلانين، ومن اشهر الليبد اللي موجوده فيه هو السكوالين. ده الليبد اسمه كده، اسمه سكوالين. ده الفولكولر هايبركيراتينيزيشن. بعد كده البروبينو بكتيريا اكنز كولونايزيشن. كولونايزيشن يعني البكتيريا حصل لها كولونايزيشن، يعني ابتدت ان هي تتكاثر وتكون. ايه البروبينو بكتيريا اكنز؟ دي جرام بوزيتيف انيروبيك رود بكتيريا. انا هي جرام بوزيتيف انيروب وشكلها رود خلاص. دي يا جماعه بتستخدم السيبم كمحتوى غذاء ليها علشان تقدر ان هي تتغذى كالسورس بتاع الانرجي والنيوترنس بتاعها. البكتيريا دي عندها انزيم جوه اسمه بكتيريال لايبيز انزيم، والانزيم ده لما بيفرز بتفرزه البكتيريا بيكسر السيبوم، ما عايزه تتغذى عليه فهتكسره، بيطلع لي بقى فري فاتي اسيدز، والفري فاتي اسيدز هي اصلا في الاصل اريتنت، يعني ده فري فاتي اسيدز، فدي بتعمل اريتيشن يا جماعه، والاريتيشن ده هو اللي بيحسس الشخص كده قبل ما الحبايه تطلع صديد، بيحسسه ان في حاجه بتاكله، ما هي لسه الصديد ما تكونش، لسه البكتيريا في البدايه بيحس ان في حاجه بتاكله. غير كده بقى ان البروبينو بكتيريوم اكنز بتعمل اوكسيديشن للليبيد سكوالين، وده المحتوى اللي هو نوع من النوع الليبيد اللي موجود في سيبوم، تعمل له اوكسيديشن. عمليه الاوكسيديشن بتاع السكوالين يا جماعه بيبدا بعده يعمل اكتيفيشن للعديد من الانفلاماتوري ميدييتورز والانفلاماتوري سايتوكاينز، ويبدا بقى الانفلاماتوري سايتوكاينز زي الانترليوكنز بتبدا ان هي تطلع يعمل انفلاميشن. الجهاز المناعي بيبدا ان هو يتدخل في الموضوع تمام، سواء الانيت او الاكوايرد، الجهاز المناعي عشان فيه انفكشن، ده كله بيؤدي ايه الى انفلاميشن مع انفكشن، استمرار عليه البكتيريا موجوده لسه ما قضتش عليها، ممكن الانفكشن ده يحصل له ديب، يبقى عميق بشكل كبير ويؤدي الى ظهور النودولز. حاجه كمان بصراحه هي مش مذكوره بشكل كافي ومش موجوده في الجايد لاينز، ولكن احنا يعني في بعض الناس اثبتتها وناس بتتكلم عليها، وهي ان في نقص في الاسينشال فاتي اسيدز. خلاص يا جماعه يبقى خلينا متفقين انها من الحاجات يعني مش المشهوره ان التعرف عليها من الاسباب او الباسو جينيسيس، ولكن عايزك برضو تعرفها لان في كتير اتكلموا عليها واتكلموا عن النقص بتاع الاسينشال فاتي اسيدز. كلمه اسينشال فاتي اسيدز يعني الجسم بتاعي ما بيصنعهاش، لازم اخدها عن طريق الغذاء. خلاص، من ضمن الاسينشال فاتي اسيدز دول حاجه اسمها اللينوليك اسيد. اللينوليك اسيد ده هو يعتبر اوميجا 6، خلاص يا جماعه هو بولي انساتوريد اوميجا 6، بس هو الاوميجا 6 يعني هو ده اللينوليك اسيد. اللينوليك اسيد ده يا جماعه فيري باورفول انتي انفلاماتوري ايجنت. خلاص، وجدوا ان السيبم عشان السيبم ده بيستخدم اللينوليك اسيد عشان يعني السيبم عشان يتم انتاج سيبم. السيبم ده محتوى مليء بالعديد من المكونات، من ضمن مكوناته اللينوليك اسيد. اللينوليك اسيد بيخلي السيبم زي السيبم ما بيخليهوش هارد، يعني مش بيخليه ناشف، بيخلي الزيت زيتي، ملمسه زيتي، مش ما ينشفش، ما يبقاش هارد، ولما يبقى هارد يعمل بلوك، بيخليه كمان ليه انتي انفلاماتوري بروبرتيز. خلاص، طب لو الجسم بتاعك ما فيهوش كميه كافيه من اللينوليك اسيد، انت ما بتاخدوش في الاكل، مش بتاكل اكلات فيها لينوليك اسيد، ما فيش اوميجا 6 في الاكل بتاعك، السيبم هيبدا ان هو تصنيعه يتم تصنيعه من حاجه تانية وهي الاوليك اسيد. يعني بدل ما يتم استخدام اللينوليك اسيد يتم استخدام الاوليك اسيد. الاوليك اسيد ده بيخلي السيبم دراي، خلاص بيخليه دراي وناشف وماسك، ويعمل اريتيشن في السكن، ويقدر ان هو يعمل بلوك، فيقدر ان هو يكون الكوميدونز. خلاص يا جماعه ده فكره عدم وجود كميه كافيه في جسمك من اللينوليك اسيد، وده يا جماعه من الحاجات المعترف بيها من ضمن الحاجات اللي هي الديفيشنس بتاع. والاوميجا 6 يا جماعه موجود في انواع كتير من الزيوت، يمكن دي انواع الزيوت اللي موجود فيها غنيه بالاوميجا 6، ولكن مش بينصح بان احنا ناخد الاوميجا 6 كعلاج للاكل، مفيش الكلام ده، يعني احنا هنبقى يعني ملتزمين بالعلاجات المنصوص عليها في الجايد لاينز. تعالوا بينا بعد كده نتكلم عن الكومبليكيتنج فاكتورز او الريسك فاكتورز، العوامل اللي ممكن تبقى ليك ريسك فاكتورز او اللي تزيد من وضع الخطوره بتاعي. اول حاجه الجينيتك فاكتورز، ده عامل تم اثباته ان الاكني بيبقى ليها اسباب وراثيه، والاسباب الوراثيه دي متعلقه بالهايبر كيراتينيزيشن اللي بيحصل. تاني حاجه الاستريس، وجود الاستريس بشكل يعني
كتير من الناس اللي عندهم اكني مع وجود ستريس تلاقي في فتره الامتحانات مثلا تلاقي الاكني شدت عليه، يعني فتره الامتحانات تلاقي الحبوب زادت معاه شويه، فدي من ضمن الحاجات اللي الستريس هرمونز بتطلع زي الكورتيزول، وده بيعمل فلير اب للاكني. الكافي يا جماعه، الناس اللي بتشرب قهوه بشكل كبير ده ايضا زي وزي فكره الستريس، زي فكره زياده افراز الكورتيزون، ده بالنسبه بي 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 بيزيد من تفعيل الاكني. انا بقول لك عن ايه، اكني كومبليكيتنج، فالواحد عنده اكني بس تلاقي الحبوب خفيفه، بس فتره حته الاستريس معاه مع زياده شرب القهوه دي بتزود التفاقم بتاعه. الاكل يا جماعه، لما الواحد ياكل حاجات فيها انتي اوكسيدنت بشكل كبير، ده بيبدا ان هو يسرع عمليه الهيلينج، ما هو الاكل دي حبايه وبتتفتح، فيبقى فيه الهيلينج بيزيد مع الاكلات اللي فيها انتي اوكسيدنت عاليه زي الخضروات والفواكه. نيجي بقى المحتويات يا جماعه، بتحتوي على القمح، الويت اللي هو الكربوهيدرات العالي اللي فيه، في مستوى كربوهيدرات عالي، ودي من الحاجات اللي احنا لما نيجي نتكلم في العلاجات في الدايت لازم لازم افويد الحاجه اللي هي بتزود الهايبر جلاسيميا او بتزود ارتفاع سكر الدم بشكل كبير، زي الحاجات اللي فيها من المستحضرات اللي بيتم استخدام فيها الدقيق، يعني العيش والعيش الابيض والحاجات الباتيهات، الحاجات اللي فيها كميات عاليه من الدقيق والكربوهيدرات، دي حاجات مثبت بشكل كبير جدا انها بتزود التفاقم بتاع الاكني، لان ارتفاع السكر بشكل عالي فجاه بيبدا ان هو يفرز الانسولين بشكل عالي برضو. الانسولين يا جماعه مع محتويات اخرى زي الانسولين لايك جروث فاكتور 1 والانسولين لايك جروث فاكتور 1 والبروتين 3، دي حاجات مثبت ان هي من الحاجات اللي بتزود الاكتيفيتي بتاع السبيشال جراند، واللي بتزود الفلير بتاع الاكني. فدي حاجه من الحاجات هنيجي نتكلم عليها في الدايت في العلاجات، لما نيجي نعمل علاجات عن طريق ان احنا نعمل في الدايت هنتكلم عن الحته دي. اللبن، معروف ان اللبن والديري برودكت بتبدا ان هي تعمل مشكله للناس عندهم اكني، لان احتواء الالبان والديري برودكتس على البريكيرسور بتاع التستوستيرون هرمون، خلاص، فده يزود السيبوم برودكشن. ولكن عايز اقول لك في العلاجات برضو في الدايت ان احنا هنمنع عن اللبن اللي هو الخالي من الدسم. اللبن الخالي من الدسم هو المختص بالحته دي، وهو اللي عليه الكلام بشكل كبير جدا، هو اكتر حاجه تعمل كده. يبقى اللبن خالي الدسم هو ده اللي يعمل لي المشاكل اللي انا بقول لك عليها، وده لازم اي حد عنده مشاكل اكني لازم في الاكل بتاعه هنمنع عنه الالبان اللي هو اللبن الخالي من الدسم. الاسينشال فاتي اسيد زي الاوميجا 6 زي ما قلت لكم، اللينوليك اسيد ده يا جماعه الديفيشنسي بتاعه زي ما اتفقنا ممكن يبدا ان هو يعمل مشكله. الزنك ديفيشنسي، نقص في الزنك، الزنك يا جماعه لما يحصل فيه ديفيشنسي بيزيد تحويل التستوستيرون لداي هايدروتستوستيرون، وده الاكتيف فورم والمور اكتيف فورم من من الاندروجين، وده بقى يبدا ان هو يزود البرودكشن بتاع السيبام، خلاص. بس ما عندناش يعني حته ان احنا ناخد زنك في العلاج برضو، دي مش موجوده معانا. المينسز اثناء فتره النزول البيريود، نزول الدم نفسه، خلاص، بيبقى فيه قبلها من 3 ل 7 ايام خلل في الهرمون، ارتفاع عالي للبروجسترون ونقص فيه فجاه من 3 ل 7 ايام قبل البيريود، بيبقى فيه ظهور ممكن يحصل فيه فلير اب للاكني او ظهور الاكني، ودي من علامات حاجه اسمها البري منستريال سيندروم بي ام اس، علامات بتاع الظهور قبل اللي هي قبل ظهور المينسز. وفي بنات كتير يجي لها اكني قبل المينسز حوالي 3 ل 7 ايام. هنا بقى نقدر نقول ان في خلال الثلاث لسبع ايام دي لازم ان هي تمنع اللبن، تمنع الاكلات اللي فيها الدقيق اللي بتحتوي على الدقيق، الكيكه والحاجات، كل الحاجات اللي يتم استخدام الدقيق فيها بشكل كبير، تاكد ان دي هتزيد تفاقم البتاع. فممكن في خلال الثلاث لسبع ايام دول نمنع، نعمل يعني نعمل كده موديفيكيشن للديتري، فبالتالي انت هتقدر ان احنا نمنع ظهورها بشكل كافي. الظهور بتاعها بيعتمد على الهرمون الامبالانس، فدي برضو من الحاجات اللي احنا ممكن ننصح بيها من 3 ل 7 ايام، نعمل ايه تعديلات في الغذاء كده ممكن تساعد، خلاص، بس على حسب الهرمون الامبالانس ممكن وممكن لا. في بقى الهرمونز تشينجز، يعني تغير هرموني، ده نلاقي بقى ان البريفالنس بتاع حبوب الشباب نلاقيه في سن المراهقه عشان الهرمونال تشينجز اللي بيحصل، البولي سيستيك اوفر سندروم بنلاقي فيه اكني البنات والستات قبل البريود من 3 ل 7 ايام، الستات الحوامل، استخدام بعض الادويه زي الكورتيكوسترويد او الاندروجين او الليثيوم، تمام، والليثيوم بيعمل خلل هرموني في الثايرويد هرمونز، مش بس عشان تبقى انت بس حته الهرمونز يبقى كلها اندروجين بالنسبه لك.
الاورال كونتراسبتيفز اللي بتحتوي فيها على البروجستين من الفيرست والسكند جنريشن، لان دول العيلتين دول من البروجستينز، عائلات البروجسترون دول بيبقى ليهم اندروجينيك اكتيفيتي عاليه. الكوزموتكس ممكن، انا يا جماعه الناس اللي عندهم اكن دي البشره بتاعتهم في الغالب بشره دهنيه، فاستخدام محتويات دهنيه في مواد التجميل او الميك اب بشكل مفرط جدا ده بيؤدي الى بلوك للبورز بتاعتي وبلوك للكانال بتاعت السبيشوس جلاند، فده اكيد اكيد هيبدا ان هو يتفاقم معايا الوضع. الانفايرمنتال فاكتور او الفيزيكال تراما ده ممكن يتاثر، البيري سويتنج والبيري هيوميد كونديشن ده يا جماعه بيبدا ان هو يعمل هيدريشن للكراتين سويلنج ليه، فالكراتين لما يحصل له هيدريشن وسويلنج يعمل بلوك اكتر، والتراما ممكن تؤدي الى انفلاميشن. السونيك اكسبوجر بيؤدي الى نقص في الهيلينج والريبير بتاع الحبايه اللي بتظهر، وممكن يعمل ايه ريسك للهايبر بيجمنتيشن. السيبم برودكشن سايكل هو مش احد الريسك فاكتورز، ولكن احنا دخلنا المعلومه دي، يعني بيتم افراز كميه عاليه من السيبم في حوالي كده يعني بعد الظهيره، واحدة اتنين الظهر كده بعد الظهيره تمام، واقل حاجه في الليل خالص، اقل محتوى دهني بيتم افرازه من السبيشوس جراند في الليل خالص. لذلك احنا ممكن ننصح ان يحصل في بعض الغسول يا جماعه، او حاجه اسمها السكين كير يمكن هنتكلم عليها في فقره الكوزموتكس، الغسول او الكلينسر اللي احنا بنستخدمه ممكن نستخدمه في انسب مكان ليه، انسب وقت ليه ان هو كده في بدايه يعني على المغربيه كده، ده انسب وقت ليه، لان في الفتره دي بيبقى فيه افرازات عاليه جدا جدا من السيبم، افرازات عاليه ليه بعد الظهيره العصريه بيبقى الافرازات عاليه، فممكن بقى على المغربيه كده في بدايه الليل نستخدم الكلينسر، وده انسب وقت ليه. تعالوا بعد كده بقى نتكلم عن المانجمنت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نقدم لكم تطبيق فارماتيوب يتم شرح فيه البيزك فارماكولوجي، كلينيكال فارماكولوجي وفارماكوثيرابي. تستطيع من خلال هذا التطبيق وهو متوفر على الجوجل بلاي أن تشاهد جميع الفيديوهات بشكل منتظم، حيث يحتوي التطبيق على 20 قسم، كل ما عليك هو اختيار القسم ومن بعدها الحلقة التي تريد مشاهدتها، علما بأن جميع الفيديوهات تأتي للتطبيق بشكل تلقائي، لا تحتاج لتحديث التطبيق. حمل التطبيق الآن من متجر جوجل بلاي. بعد كده ندخل في المانجمنتس، وكل المانجمنتس اللي هنتكلم فيها الفقره دي كلها من الجايد لاينز بتاعه الامريكان اكاديمي اوف درماتولوجي اللي متقدمه في 2016. اول حاجه الدايت، وما تستهونوش بالكلمتين دول، مهمين جدا جدا جدا. اول حاجه في الدايت عايزين نتفق ان الهاي جلايسيميك اندكس دايتس بيتعلق بظهور الاكني ومتعلق بالاكني، والسترينث اوف ريكومنديشن هنا بي، وكلمه سترينث اوف ريكومنديشن دي حاجه يا جماعه في الايفيدنس بيزد ميديسن او في التجارب الكلينيكيه الكبيره اللي بتتعمل بيبقى فيه كده ريكومنديشن، وبنبقى فيه سترينث ليها. قوه الريكومنديشن هنا بي، واقوى حاجه هي ايه ده معناها ان المعلومه مؤكده وتم تاكيدها بالادله والبراهين في التجارب اللي اتعملت، بي بعدها على طول وسي بعدها، يبقى بي دي السترينث بتاعها قوي ما هواش ضعيف خلاص، وحاطين يعني كاتبين الكلمه اللي بين قوسين دي سترينث اوف ريكومنديشن بي، مش عشان غير بس اقول لك كلمه واحده ان انت ما تستهونش بالكلمه دي، يعني ما تستهونش وانت كصيدلي جاي لك روشتة لوحده فيها اكني، فانت ما تستهونش بالكلمتين اللي انت هتقولها لها دي خلاص. يبقى الهاي جلاسيميك اندكس دايت متعلق بالاكني، يبقى انت هتنصح اللو جلاسيميك لود او ان انت تخليها تبعد خالص عن الحاجات اللي فيها دقيق وكربوهيدرات عالي خلاص. دي يا جماعه بتحسن من السيفيريتي بتاعه الاكني، بتقلل الويت والبودي ماس اندكس، بتظبط الفري اندروجين اندكس، بتحسن من الانسولين سنسيتيفيتي، كل ده مهم جدا وتم اثباته بشكل كبير. تاني حاجه في الدايت ان انت عايز اعرفك ان بعض الدايري برودكتس خاصه السكاي ميلك، والسكاي ميلك ده هو اللبن المنزوع الدسم او الخالي الدسم، وده الخاص بالنقطه اللي انا بكلمك فيها دي، وده الاسترنس اوف ريكومنديشن ايضا بي، يبقى انت تنصح البعد بشكل نهائي نهائي عن اللبن المنزوع الدسم، وكمان يعني الالبان عامه ولكن ده بشكل خاص. في عندي بقى بعض الدراسات وضحت لي ان استخدام الانتي اوكسيدان زي الزنك والبروبيوتكس والفيش اويل في الاكني الايفيدنس اللي متقدمه لي نوت سترونج انف تو سبورت ذس، يعني مش قويه بشكل كافي ان انا اقدر اوصف زنك او فيش اويل او البروبيوتكس في الاكني،
عشان بس انت هتلاقي روشتات جايه لك فيها زنك، ممكن عادي كسبلمنت، ولكن ما تبقاش معتقد ان ده الحل الامثل في النقطه دي. خلاص يا جماعه، دي فقره الدايت سطرين، ولكن والله كده انا بعتبرهم اهم سطرين في الحلقه النهارده. بعد كده بقى نخش في النون انتي بايوتيك توبيكال سيرابيز، لان انا عندي التوبيكال سيرابيز حاجتين، نون انتي بايوتيك وي انتي بايوتيك. والانتي بايوتيك هيتم استخدامها علشان في عندي انفكشن فانا هستخدمها، وفي نون انتي بايوتيك. فالنون انتي بايوتيك توبيكال سيرابيز هتكلم عليها كلها، والانتي بايوتيك بعدها على طول، ولكن ده ما يقللش من اهميه الانتي بايوتيك توبيكال سيرابيز. ولكن احنا بس بنعمل كلاسيفيكيشن ورصد للادويه. اول حاجه في النون انتيبيوتيك توبيكال سيرابيز البنزويل بيروكسايد بي بي. البنزويل بيروكسايد ده اهم دواء معايا في الاكني، ويعتبر واحد من اهم الفيرست لاين ايجنتس في الاكني فولجاريس. ده اهم دواء، ده هو الف في الالف به بتاع الاكني، ده الالف بتاعي. بنزويل بيروكسيد متوفر في صوره 2.5 5% 10% جيل وي ووش وكريم. وعايز اقول لك انا بستخدم، انا بتعامل في الغالب، الناس عندهم اكني بتعامل في الغالب مع بشره دهنيه، فالمناسب ليها ان انا استخدم جيل او فلويد او كريم خفيف، لان انا مش عايز احط حاجات فيها ليبيدز او القواعد بتاعتها دهنيه، لان انا عندي بشره دهنيه. بتلاقي معظم المنتجات عباره عن فلويد او جيل او حاجات زي كده، فاهم اقصد ايه يا جماعه؟ دي حته مهمه، بيتم استخدامه مره او مرتين في اليوم بعد تنظيف البشره. تنظيف البشره ممكن يتنظف بصابونه مناسبه للاويل سكين زي صابونه سلسلك، او ممكن يتعمل غسول من مستحضرات الكوزموتكس، هتكلم فيها فقره الصيدليه، يتعمل غسول كويس، وبعد كده يتم وضع الكريم ده اللي هو او الجل ده اللي بيحتوي على البنزويل بيروكسيد. البنزويل بيروكسيد هستخدمه لغايه امتى؟ لغايه لما احس ان في تحسن، لغايه لما احس اللي فيه ان في تحسن. طب بيشتغل ازاي؟ ايه هي البوسيبل ميكانيزم بتاعته؟ ان هو بيقتل البروبينو بكتيريوم اكنس نتيجه ان هو بيعمل اوكسيديشن او اوكسيدايزنج للبروتينز بتاعتها، ووجود الاكسجين فري راديكال ده بيبقى توكسيك، اللي هو البنزويك وجود البنزويك اسيد ده بيبقى توكسيك للانيروب بكتيريا اللي هي البروبينو بكتيريوم اكنس، لان انا عندي دي انيروب، فانا بعمل لها بعمل اوكسيدايزنج للبروتينز بتاعتها، وبيبقى في اوكسجين فري راديكالز، فانا تلها. حاجه تانية ممكن هو يكسر الكوميدونز ويعمل انهبت للانفلاميشن. في الغالب يا جماعه انا ما بستخدم، في الغالب معظم حالات الاكل انا مش بستخدم منتج لوحده، فالبنزول بيروكسيد بيتعمل معاه كومباينيشن ك جيل او كريمات خفيفه او حاجات كده لوحد مع اكتر من حاجه. هنلاقي البنزول بيروكسيد مع الفليندامايسين، وهنشوف يا جماعه ان شاء الله اللي يعني في الفيرست لاين بتاع الاكل ازاي نعالج المايلد والميدريت والسيفير، هنلاقي ان البنزول بيروكسيد ممكن يتم عمل كومباينيشن مع الكليندامايسين. ففي شركات عامله كده، مش عارف ليه في مصر الموضوع ما فيهوش اهتمام قوي بحته الكومباينيشن مع البنزول بيروكسيد. بنزول بيروكسيد بره معمول له كومباينيشن مع الكليندامايسين، معمول له كومباينيشن مع الاريثروميسين، ودي حاجات توبيكال انتي بايوتكس بيتم استخدامها، معمول له كومباينيشن مع الريتينويد اللي هو بنزول بيروكسيد مع الادابالين. فدي حاجات مهمه في علاج الاكني. الكونترا انديكيشنز، معظم، بص يا جماعه، معظم الكريمات، يعني خلينا نقول كل الكريمات، لما تيجي توصف اي كريم في الصيدليه لازم تنصح ان هي تعمل تيست على الكريم ده. يعني اي حد بيستخدم اي كريم او اي حاجه توبيكال يعمل تيست، يحط شويه كده على ظهر ايده كده، ويبدا ان هو يسيبها ربع ساعه او تلت ساعه، ويشوف هل هيحصل حساسيه ولا لا. ما تخليهوش يلغوط وشه كله ويقعد يجي لك الصيدله وشه محمر. فبالتالي لازم الاول نتاكد ان مفيش حساسيه، لان اي انسان في الدنيا معرض لحساسيه. اي، بص، اي حاجه في الدنيا ممكن تعمل لك حساسيه، انت بتتعامل مع جهاز مناعي في اي لحظه ممكن يعمل حساسيه لاي حاجه. فبالتالي وجود حساسيه لاي، بس نسبه الحساسيه بتختلف، البريفيرنس بتاعها بيختلف من ماده لماده يعني، ولكن توقع الحساسيه مع اي حاجه في الدنيا، مع اكله، مع شر، تشرب اي عصير، تشرب اي، تاكل اي حاجه اكل معين، بس بتختلف النسب. تم اي دواء، كريم، اي، فحته الحساسيه دي هتلاقي اي، هات لي اي ليفلت بتاع منتج توبيكال مش مكتوب فيه لا يستخدم غير مع الناس اللي عندهم حساسيه من الماده او اي ماده من المواد اللي بيتم استخدامها في المنتج ده. ده حمال الشركه كده، لازم كوبي وبيست كده في اي، ايه، في اي ليفلت. خلاص يا جماعه، فدي لازم برضو نكتبها. الافكاسي بقى، بنلاقي التحسن بيظهر امتى مع البنزول بيروكسيد؟ بنلاقي بدايه التحسن خلاص بعد في الاسبوع الثالث من العلاج، وبنلاقي الماكسيمم بتاع التحسن في الاسابيع من 8 ل 12 من بدايه الاستخدام.
الادفرس افكتس بتاعت المنتجات، خاصه المنتجات اللي بتكلم فيها، خاصه المنتجات اللي بعد كده هنتكلم في منتجات اسمها ريتينولز يا جماعه، مشتقه من فيتامين اي، بتعمل حساسيه شويه وبتعمل يعني بعض الاحمرار شويه. فبنلاقي ممكن بعض الاثار الجانبيه هايبر سنسيتيف رياكشن لو خفيف قوي بنستمر شويه، ممكن بعد كده يقل، لو زياده لا مش هينفع ان احنا نكمل مع الدواء ده خلاص. ممكن يعمل ارسيما، بيعمل حاجه اسمها بيلينج، بيلينج يعني تقشير، دي من ضمن الاعراض ده، بيلينج اللي هو تقشير، تمام، الطبقه بتتقشر بشكل ايه، يعني طبقات الجلد بتتقشر. يمكن هتكلم عن التقشير الكيميائي من احد العلاجات، ولكن عايز اقول لك مصطلح بيلينج هو التقشير، وده اضعف حاجه في التقشير، بنقول عليه البينلس تقشير، البينلس اللي هو البيلينج، لان في بيلينج ديسكوميشن وسكيلينج، التلاتة معناهم تقشير، ولكن أقل درجة هي البيلينج، بعدها الديسكوميشن بياخد طبقات شوية، السكيلينج ده بياخد طبقات أكتر. فدي دي التدريجات بتاع مصطلحات التقشير. البريجنانسي كاتيجوري سي، إيه ده؟ يا عم دي حاجة توبيكال، هي مستاهلة تكتب بريجنانسي وكاتيجوري والكلام ده؟ لا خلي بالك، ده أنا هقول لك على حاجة دلوقتي توبيكال كاتيجوري إكس. خلاص، فده كاتيجوري سي. يعني ايه سي؟ يعني بيستخدم عادي اذا كانت المنافع بتاعته اكتر من المخاطر بتاعته. النيرسنج الستات اللي بترضع مش معروف، البيدياتريك السيفتي والافكتيف ديس مش محسوبه عند الاطفال الاقل من 12 سنه. ده اول دواء معانا واهم اهم دواء معانا. بعد كده تريتينوين، ده احد مشتقات فيتامين اي، من اهم الادويه في الفيرست لاين ايجنت الاكني فولجاريز، بيتم استخدامه عن طريق وضع طبقه رقيقه من الجلد على الجلد مره في اليوم قبل النوم. نبعد عن الميوكوس ميمبرين، نبعد عن مناطق النيزل، نبعد عن مناطق الماوس، ونبعد عن العينين خالص، نبعد واحنا بنحط الايه الكريم ده او ايه المنتج ده. ايه الميكانيزم بتاع الريتينويد؟ بص يا جماعه، الريتينوين او الريتينويدز او الحاجات مشتقات فيتامين اي بتشتغل ازاي؟ بتشتغل ان هي بتقلل انفلاميشن، بتعمل نورماليزيشن للفوليكل سيل لايف سايكل، بتقلل السيبم برودكشن، بتعمل انهبيت للمايكرو كوميدنت فورميشن. ده الاختصار بتاع الميكانيزمات بتاعتها، لان احنا مش عندنا بس تريتينوين، عندنا كمان ادابالين، عندنا حاجات مشتقات ليها كمان. الكونتر اندكيشنز، ان يبقى حد عنده هايبر سنسيتيفيتي من الريتينوين او اي حاجه بيتم استخدامها في تكوين المنتج. الافكاسي بتاعته وجدوا في الكلينيكال ستاديز ان هو فعال، وعند 21 23% من الناس حصل لهم سكسسفول تريتمنت من استخدام التوبيكال تريتينوين. الادفيرس افكتس بتاعت التريتينوين عامه دراي سكين وبيلينج وسكيلينج، سكيلينج دي سكيلينج تقشير بس مضاعف شويه عن البيلينج، وبيرنينج سنسيشن ارسيما، بيرن وتعرض يحصل صن بين او يحصل هايبر او هايبو بيجمنتيشن، دي كلها اعراض جانبيه لاستخدام تريتينوين. نبعد بقى طالما في كده، نبعد خالص عن اشعه الشمس لما نستخدم الدواء ده، لان ممكن يحصل صن بيرن، تمام، والصن بيرن والانفلاميشن ممكن يؤدي الى هايبر بيجمنتيشن. نبعد خالص عن الكولد ويزر او البروده، يعني ما نستخدموش ويبقى فيه وانا طالع كده والجو برد وفي هواء بارد وطالع يعمل لي احمرار ويعمل لي التهاب. خلاص، يبقى يستخدم فين؟ يستخدم قبل النوم خلاص، ما تعرضش للشمس وما تعرضش للهواء ساقع او ايه او حاجه زي كده. بريجنسي كاتيجوري سي، وده احد الريتينوين كاتيجوري سي، يعني ممكن يستخدم عادي. النيرسنج نوت نون، والسيفتي والافكتيف تسع عند الاطفال اقل من 10 سنين مش محسوبه. الادابالين، الادابالين ده احد التوبيكال ريتينويد، وده بيستخدم في الاكشن فولجاريز عند الاشخاص اللي فوق 12 سنه فما فوق، وبيتم استخدام طبقه رقيقه من الادابالين يا جماعه على اماكن المصابه من السكن وانس ديلي في المساء خلاص، بعد ما يتم الغسول بشكل كويس بنون ميديكيتد سوب، يعني استخدم سوب ما فيهوش لا سلسلك اسيد بقى والكلام ده. ودي حته مهمه قوي قوي الادابالين، لان انت ممكن تلاقي الدكتور وصف صابونه مثلا سلسلك وبيتم استخدامها على الادابالين، اصلا من ضمن المشاكل بتاعت ان هو بيبهدل الجلد احمرار وبهدله، فبالتالي انا بعمل بيلينج. وسلسلك اسيد ده بيعمل ايه؟ بيشتغل ككراتوليتيك، يعني بيبدا ان هو يزيل طبقات الميته من الجلد، فبالتالي بيعرض الجلد اكتر لكميات، وببقى احط ادابالين، والادابالين اصلا بيعمل ممكن يعمل احمرار شويه، فيبقى الموضوع متفاقم شويه. فانا بغسل بنون ميديكيتد سوب، يعني بغسل، ممكن الواحد يغسل وشه كده وينظفه بقطنه بميه خلاص، ويحط الادابالين. دي حاجه مهمه، الادابالين مقرف، يعني مقرف شويه في استخدامه. ودي يا جماعه من المعلومات الهامه جدا، يمكن معلومات كده يعني حاجات بسيطه بتعرفها، والله العظيم مهمه مهمه. هتلاقي ممكن الدكتور يكتب الحاجه وانت نصيحه كلمه واحده بس تقولها للمريض بتاعك، ما تستخدمش الصابونه دي قبل الادابالين. شوف الكلمه تفرق معاه جدا.
كونتر انديكيشنز بتاعته، كل الكونتر انديكيشنز واحده بقى عشان ما نضيعش وقت كتير. الافكتيفنس بتاعه الادابالين كويسه يعني نوعا ما، نوعا ما كويسه، بتتراوح ما بين 16% ل 21% من على حسب المنتج اللي بيتم استخدامه في خلال 12 اسبوع. مش كويسه قوي، كويسه نوعا ما خلاص. بيعمل ارسيما سكيلينج، وسكيلينج دي تقشير بشكل كبير. يبقى انا ما استخدمش بقى حاجات كراتوليتيك، واجي استخدم ده كمان دراي سكين، بيعمل دراي سكين يعني بيحسس الجلد كده توهج واحمرار وبتاع. فلو لقيت الاعراض فيها مشاكل اكتر، لا خليه يرجع للدكتور بتاعه ويبدا ان هو يظبط له الدنيا عن كده. نبعد خالص اهو، شايفين، نبعد خالص عن اي مستحضر بيحتوي على سلفر او ريزورسينون او ساليسيليك اسيد، لان دي كلها كراتوليتيك وانا مش ناقص، كمان مش ناقص مع الادابلين خلاص. نبعد خالص عن، يبقى انا هستخدمه قبل النوم، مش هبعد عن الشمس والهواء البارد او الحاجات زي كده، هتزود الاحمرار. كاتيجوري سي نوت نون، ايه الافكتيفنس بتاعته مش محسوبه الاطفال اقل من 12 سنه. بعد كده ندخل في تازاروتين. التازاروتين احد الريتينويد ايضا بيتم استخدامه. بيتم استخدام التازاروتين يا جماعه فقط فقط على المناطق المصابه، مش اقعد ادهن بقى ولا احوس ايه الجلد كله والبشره كلها، على المناطق المصابه فقط بالليل. كونتر انديكيشنز بقى هايبر سنسيتيفيتي والبريجننسي، ده بقى كاتيجوري اس. تخيل بقى كاتيجوري اكس، ده بقى حاجه توبيكال وكاتيجوري اكس. مهم جدا، معلومه مهمه جدا 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 انك تعرفها، تمام. ده نفس الفكره يا جماعه، ابعد، بيعمل احمرار وتوهج في الجلد، بيعمل بيلينج وديسكوميشن، الرسيمه كل دي بتعمل افويد الاكسبوجر للسن لايت. لذلك انا بستخدمه يا جماعه في المساء، معظم الحاجات اللي بستخدمها الريتينويدز كلها بتعمل احمرار في الجلد وتوهج، خاصه مش اجد ان اروح الشمس، ده يعني انت كده بتتكلم في واحد ممكن يتحرق وشه، يتحرق وهو ماشي خلاص. ندخل في حاجة تانية وهي الساليسيليك أسيد من من نصف إلى 2%، وده التركيز اللي بيبقى كراتوليتيك، ده التركيز اللي بيبقى كراتوليتيك. شايفين الانديكيشن مكتوب ازاي يا جماعة في الجايد لاين؟ مكتوب ايه؟ بيتم استخدامه ايه بقى عشان ايه؟ مع أدوية أخرى، دي أول حاجة. الحاجة التانية بيستخدم في سيمبتوماتيك تريتمنت أوف أكني، يبقى هو مش هيعالج الأكني، ده سيمبتوماتيك تريتمنت للأكني. ده بيستخدم توبيكال يا جماعه، بيتم استخدامه في البدايه. هنصح المريض ان هو يستخدمه في البدايه كده مره واحده في اليوم، وبعد كده يزود استخدامه من مرتين الى ثلاث مرات في اليوم. لو بقى في دراينس وفي بيلينج بيحصل بشكل كبير، يعني في تقشير كتير بيحصل ويحصل بقى احمرار وكده، لا هقول له ارجع تاني استخدمه مره في اليوم. لقيت الموضوع برده متفاقم معاه اقول له استخدمه يوم او يوم لا خلاص. بيشتغل ازاي؟ كراتوليتيك نفس الفكره في كونتر انديكيشن والادفيرس افكت هايبر سنسيتيفيتي وريسيما، وبيحصل سكيلينج خلاص يا جماعه. الكاتيجوري بتاعه سي، تمام. اهم حاجه في النيرسنج في الستات الحوامل ان انا ابعد ان هي تحطه على منطقه الشيست او البريست، لان هو بيتم امتصاصه. الاطفال بقى انا عارف ان مشاكل الاطفال مع الساليسيليك اسيد، فالتركيزات العاليه من الساليسيليك اسيد يا جماعه دي النيتروكوموند في الاطفال اقل من سنتين، وممكن يبقى في ريسك للساليسيليك توكسيستي عند الاطفال ايه اقل من 12 سنه. دي كاحد الايه الاحتياطات يعني. الازيليك اسيد ده يا جماعه من ضمن الحاجات اللي بتستخدم في المايلد مودريت اكني. والازيليك اسيد ده مش هستخدمه غير ممكن بعد ما اعالج وكده، ممكن استخدمه لو في حته الهايبر بيجمنتيشن ممكن استخدمه يعني. وده بيستخدم يا جماعه مش مجرد ان انا احطه كده، لا بحطه واقعد اعمل ايه جنتلي مساج كده، اقعد اعمل مساج كده تمام، وبستخدمه على المناطق مرتين في اليوم الصبح وبالليل. يبقى ده الحاجه الوحيده اللي بحطه واقعد اعمل بيه مساج كده، حركه دائريه من المساج بعض يعني لغايه لما احس ان الكريم ابتدى يمتص. دي حته مهمه يعني. بص في حاجات كده تريكات، والله العظيم تريكات بسيطه جدا بس في قمه القوه العلميه بتاعتها يعني، مجرد معلومات خفيفه بس قويه جدا علميه ومؤثره. بيشتغل ازاي؟ بيقتل البكتيريا، يعني بعض بيقول انه بيقتل البكتيريا، بيقلل برودكشن كرياتين تمام. ويا جماعه دي من الحاجات اللي في هنتكلم دلوقتي عن الريكومنديشنز المكتوبه، ان هو بيتم استخدامه بعد ما نحصل هيلينج او بعد ما نعالج، ممكن يتم استخدامه بيحسن شويه من الخلل اللي حصل في الديسبيجمنتيشن، خلل التصبغ اللي حصل. الكونتر انديكيشنز بتاعته نفس الفكره، برضه الادفيرس افكت نفس الفكره، ده بقى كاتيجوري بي وما بيحصلوش ديستريبيوشن في البيت بشكل كبير، وما بيستخدمش يعني مش محسوب استخدامه يعني. الاطفال اقل من 12 سنه مش عارفين هل هو كويس ولا وحش. حاجه تانية بقى ريزورسينون مع ساليسيليك اسيد، وده كومباينيشن كده مع بعض بيتم استخدامه.
هنلاقيه موجود بشكل كبير منتشر بدوزج فورمز كتيره قوي 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 بره. ده يا جماعه بيتم استخدامه على حسب الدوزج فورم بتاعته، فيه ممكن يتم استخدامه مره او مرتين او 3 مرات خلاص. كونتر اديكيشن بتاعته الناس عندهم هايبر سنسيتيفيتي من الساليسيليك اسيد، لان دي مشهوره شويه من الساليسيليك اسيد. نخش بقى في الكلاس الثاني من التوبيكال سيرابيز اللي هو الانتي بايوتيك توبيكال سيرابيز. عندنا بقى حاجتين من الماكرولايدز، الكليندامايسين والاريثرومايسين. الاريثرومايسين هيستخدم مره او مرتين، الكليندامايسين هيستخدم مره في اليوم. نوت ريكومندد ان انا استخدمهم كمونو سيرابي. ما ينفعش كده واحد يبقى عنده اكني واوصف له حاجه دي مونو سيرابي، لان ده هيقدر ان انا ريسك ان انا هيحصل فيه بكتيريال ريزيستنس للبروبين بكتيريوم اكنز، فانا مش ناقص مشاكل ريزيستنس، فمش هينفع يستخدم لوحده كده كمونو سيرابي. هنعرف بالظبط اللي بيستخدم على يعني هنعرف بالظبط، بس ما تستعجلوش، ولكن دي كده معلومات خليها معاك. هنستخدمه لمده قد ايه؟ لغايه لما يبقى فيه تحسن واحس ان مفيش ايه ريكارنس هتحصل للانفكشن مره ثانيه. هنلاقي ان بيتم استخدامه في كومباينيشن يا جماعه، هنلاقي الريسومايسين مع البنزول بيروكسيد، الكليندامايسين مع البنزول بيروكسيد، والكليندامايسين مع التريتينوين. كونتر انديكيشنز هايبر سنسيتيفيتي، ادفيرز فكس بدايتها نفس الفكره، مشاكل في الانفلاميشن في السكن كاتيجوري بي ومش معروفه ومش بتستخدم عند الاطفال اقل من 12 سنه. حاجه جديده بقى اتعامل عليها بحسب من سنوات، ولكن من سنوات قليله اتوافق عليها اتوافق بنسبه 5% من سنوات عديده، ومن 2016 اتوافق على نسبه 7.5% من الدابسون. الدابسون ده هتلاقي ده انتي ليبرال دراج بيستخدم في الليبروزي كاورال، ولكن لما تيجي بقى تستخدمه توبيكال اللي بيستخدم في امراض جلديه من ضمنها الاكني، وعلى فكره فعاليته حلوه جدا. انا بتكلم عن 35-42% من الفعاليه، يعني من النجاح في العلاج، دي نسبه عاليه في الاكنين. بيتم استخدامه مرتين في اليوم يا جماعه. ده يا جماعه بستخدمه لغايه 12 اسبوع مفيش تحسن، بفصل العلاج وخلاص. لو استخدمه 12 اسبوع مفيش تحسن خلاص، ما ينفعش بعد كده استخدمه مره تانية. ده اعراضه بيزيد من الافرازات الدهنيه، بيلينج، دراينس، ريسيما، بيرنج، بريراتس. كاتيجوري سي مش هينفع استخدمه مع النيرسينج، ده يا جماعه ما ينفعش برضو، مش محسوب مع الاطفال اقل من 12 سنه. الريكومنديشنز بقى دي بقى الريكومنديشن من الجايد لاين، يعني هنقراها سريعا خلاص. هو كل معظمها اتكلمنا فيها واحنا بنشرح الادويه، ولكن هي ملخصينها في السلايد دي، هم يعني هم نفس احنا عاملين كوبي بيست ليها، يعني مش مخترعين ولا حاجه خلاص. فدي الريكومنديشنز بتاعت التوبيكال سيرفيس كلها ما عدا الحاجات الثانيه اللي لسه هنستخدم فيها بقى ليه السيستميك الانتيبيوتيك والحاجات دي بقى، دي كلها بتاعت التوبيكال. دي الريكومنديشنز كلها بتاعت التوبيكال. بيقول لي ايه؟ ان البنزول بيروكسيد او كومبينيشن مع ديستروميسين او كليندامايسين افكت في علاج الاكني خلاص تمام، وده بيستخدم ك يعني ريكومندد كمونوثيرابي في المايلد اكني، يعني اللي هو البنزول بيروكسيد، وممكن يتم الكونجكيشن بتاعه مع ريتانوين او سيستميك انتيبيوتيك في حالات المدريت والسيفير. وده هنشوفه دلوقتي، السطر ده هنشوفه دلوقتي، ان البنزول بيروكسيد ممكن يستخدم لوحده مونوثيرابي او ككومبينيشن في حالات الماي ايه مودريت والسيفير. البنزول بيروكسيد يا جماعه افكتيف في ان هو يمنع البكتيريا ريزيستنس، لذلك انا ما ينفعش استخدم الاريثرومايسين والكليندامايسين لوحدهم عشان البكتيريا، لازم 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 الاول هو الف ب ايه الف مين الف بنزول بيروكسيد، يبقى البنزول بيروكسيد خلاص هو الالف بتاعي خلاص، يبقى البنزول بيروكسيد هو رقم واحد خلاص، وده بيقلل البكتيريا ريزيستنس. كمان ممكن اضيف عليه بقى الكليندامايسين او الاريثرومايسين، انما كليندامايسين والاريثرومايسين لوحدهم ما ينفعش. التوبيكال انتي بايوتكس بقى الكليندامايسين او الاريثرومايسين افكتيف في علاج الاكتو، ولكن نوت ريكومندد في المونوثيرابي خلاص، عشان الريسك بتاع البكتيريا ريزيستنس. توبيكال ريتينويدز يا جماعه مهمة خلاص في ان هي تعمل ديفلوبمنت ومنتين للاكني، وريكومند كمونوثيرابي تمام في علاج الكوميدر من الاكني بس، او ككومبينيشن بقى في حالات اخرى من الاكني والحالات السيفير من الاكني مع التوبيكال والاورال انتي بايوتكس. الاستخدام التوبيكال ايجنتس العديد منها يا جماعه بيبقى ليه علاقه في ان هو يعني استخدام كذا حاجه من التوبيكال ايجنتس بيدخل في كذا حاجه من الباثوجينيسيس بتاع الاكني، والكومبينيشن من ضمن الحاجات، الكومبينيشن سيرابي من ضمن الحاجات المشهوره في الاستخدام. وهنعرف الكومبينيشن سيرابي بنزول بيروكسيد مع ريتينويدز او بنزول بيروكسيد مع كليندامايسين او اريثرومايسين. التوبيكال اديبالين او التريتينوين او البنزول بيروكسيد دول سيف ان انا استخدمهم في الاطفال، او الاطفال دول الحاجات سيف. الازيليك اسيد بقى ده من الحاجات اللي هو بيتم استخدامه كعلاج عشان بوست انفلاماتوري ديسبيجمنتيشن، ودي انا قلت لك عليها. التوبيكال دابسون 5% جل، وبعدين قلت لك في 2016 اتوافق على 7.5% تمام من الجل برضو.
ده بيتم استخدامه في الحاجات اللي هي يعني بيتم استخدامه في الانفلاماتوري اكني، ولكن يعني هو دلوقتي حته الانتشار بتاع الدبسون لسه مش قوي، بس ده من ضمن الحاجات اللي موجوده معايا من الحاجات اللي هي الفيرست لاين ايجنت. خلاص حاجه تانية بقى بيقول لي ان الايفيدنس ليميتد قوي ان انا اعمل ريكومند للسلفر، والسلفر ده حاجه كراتوليتك برضو، والنيكوتينامايد والريزورسينول والصوديوم سلفوسيتامايد والالومنيوم كلورايد والزنك في علاج الاكني. ليميتد ايفيدنس. خلاص يا جماعه ده بالنسبه للريكومنديشنز بتاع التوبيكال ثيرابيز. خلينا نتكلم بقى في السيستميك انتيبيوتيك. السيستميك انتيبيوتيك يبقى انا هشيل المايلد خالص، مودريت وسيفير انفلاماتوري اكني بيتم استخدامها يا جماعه في كومبينيشن مع توبيكال ريتينويد او بنزول بيروكسيد. يبقى انا مش هروح استخدم الدوكسيسايكلين لوحده كده، اقول اروح اوصف دوكسيسايكلين فيبراميسين اللي هو الكبسولات لوحده كده، لا بيتم استخدامهم في كومباينيشن مع التوبيكال ريتينويد او البنزويد بيروكسيد، مش لوحده. ايه هي المضادات الحيويه اللي ليها ايفيدنس قويه في علاج البروبين بكتيريوم اكنز او القضاء عليها؟ التتراسايكلين، دوكسيسايكلين، مين دي يا جماعه ريكومنديشن برضو عاملين لها كوبي بيست، تمام دي ريكومنديشن بتاع سيستميك انتيبيوتيك. التتراسايكلين، دوكسيسايكلين، ماينس المينوسايكلين، الترايمسبريم سلفوميسول هو السيبترين، والترايمسبريم لوحده، والاريسوميسين، ازيثروميسين، اموكسيسيلين، سيفالكسين، دي حاجات ليها ايفيدنس قويه ان هي تستخدم. شوف بقى بقول لك ايه، المونوثيرابي بتاع سيستميك انتيبيوتكس نوت ريكومندد. يعني هتلاقي واحد عندها حب شباب الدكتور كاتب لها كده ايه فيبرامايس، ده كده يعني ماشي. استخدامها بيتم استخدامها مع البنزول بيروكسيد او ريتينويد. خلاص يا جماعه مع سيستميك انتيبيوتيك عشان يحافظ على العلاج ويعمل كومبليشن للسيستميك، يعني يبقى فيه كومبليت وما يبقاش فيه ريزيستنس. دوكسيسايكل والمينوسايكلين احسن من التتراسايكل، مور افكتيف، بس انه بقى احسن المينوسايكل ولا الدوكسي؟ مش عارفين. طيب الريزيستروميسين والازيثروميسين بيتم استخدامهم للناس اللي مش هنقدر نستخدم معاهم عيله التتراسايكلين زي الستات الحوامل والاطفال اقل من 8 سنين. استخدام الانتيبيوتكس بيتم استخدامهم في اقل فتره زمنيه، ولكن بعمل ري ايفالويشن كل 3 ل 4 شهور عشان اقلل حته الايه بكتيريا ريزيستنس. الريزيستروميسين يا جماعه ببعد استخدامه شويه عشان حته الريزيستنس مع الريزيستروميسين عاليه، السيستميك انتيبيوتكس غير التتراسايكل او الماكرولايتس خلاص مش مشجع ان انا استخدمها. يعني اركز في عيله التتراسايكلينز والماكرولايتس، ما ركزش في حاجه ثانيه. الترايمسبريم والسلفاميثوكسازول خلاص او الترايمسبريم دول ممكن استخدمه لو في حاله مقاومه للتتراسايكلينز. خلاص تعالوا بينا نشوف الجرعات اللي بيتم استخدامها. التتراسايكلين دي الجرعه بتاعته مش موجوده عندنا بشكل كافي ان احنا نستخدمه خلاص. المينوسايكلين مش مشهور عندنا في بلادنا. الدوكسيسايكلين هو الاشهر على الاطلاق، فنركز على الجرعه بتاعته دي 200 ملي جرام في اول يوم يعني 100 هو ايه الكبسوله 100 ملي، يبقى 100 كبسوله الصبح وبالليل، ده اول يوم، بعد كده كبسوله واحده كل يوم. ده يا جماعه بالنسبه للدوكسيسايكلين. خلاص لو هنيجي نشوف في الاف دي اي هنلاقيها مش موافقه على ترايمسبريم سلفوميثوكسازول، ترايمسبريم اريثرومايسين، مش متوافق عليهم، بس بيتم استخدامهم كاوف ليبل، فهنلاقي جرعاتهم مش متوافق عليهم عشان يبقى في جرعات ليهم. بس الازيثروميسين بيتم استخدامه 3 ايام اسبوعيا، يعني لو انا هستخدمه سبت حد اثنين في الاسبوع، كل سبت حد اثنين كل اسبوع، اللي هو الجرعه بتاعه 3 ايام دي يا جماعه جرعته الازيثروميسين، بس مش ابروفد، يعني مش ابروفد في الاكل خلاص، بس بيتم استخدامهم اوف ليبل. تعالوا بينا نتكلم بقى، خلصنا بقى الحاجات اللي هي التوبيكال والسيستميك انتيبيوتكس، خلينا بقى نخش في اخر حاجتين، الهرمونال ايجنتس والايزوتريتينويد. بعد كده نتكلم عن الهرمونال ايجنتس. اول حاجه في الهرمونال ايجنتس هي الكومبايند اورال كونتراسيبتيف بيلز. والهرمونال ايجنتس بيتم استخدامهم في سيلكتد بيشنتس، في ناس معينه نقدر ان احنا نوصف لهم حاجه من الحاجات دي وتبقى مفيده ليهم. الكومبايند اورال كونتراسيبتيف بيلز ممكن يتم استخدامها ليه؟ عشان بتقلل انتاج الاندروجين هرمونز من الاوفرز، فبالتالي هيقل انتاج السيبم، فبالتالي هيقل الاكني سيفيريتي. اتاكد ان الحبوب منع الحمل دي فيها نوع البروجستين اللي فيها من الجيل الثالث والرابع، لان الجيل الثالث والرابع ليهم انتي اندروجينيك اكتيفيتي عاليه، غير الجيل الاول والثاني اللي ليهم اندروجينيك اكتيفيتي عاليه. زي ايه الجيل الثالث والرابع؟ عندنا الديسيجستريل والدروزبرينون والنورجستيمين كاكزامبل.
بيلز ممكن نقولها عن الكومبايند اورال كونتراسيبتيف بيلز. عندنا الايسينايل استراديول مع النور جستيميت ده سيلست، عندنا الايسينايل استراديول مع النور سندرون استيت، مع فيروس فيوماريد ده حاجه كده زي سبلمنت من الحديد ده براند موجود بره، عندنا الايسينايل استراديول مع دروزبرينون، عندنا الياسمين والياز، عندنا الايسينايل استراديول مع دروزبرينون مع الليفوميفوليت ده حاجه سبلمنت من فوليك اسيد. دي حاجات كاكزامبلز ودي الاكزامبلز اللي مكتوبه في الجايد لاينز. عندنا بعد كده السبايرونا لاكتون وده الالداكتون. السبايرونا لاكتون يا جماعه ممكن يتم وصفه في بعض الفيميلز تمام، وممكن يجيب نتيجه كويسه، لان انا عارف ان السبايرونا لاكتون ده الدوستيرون ريسبتور انتاجونست كمان ليه انتي اندروجينيك اكتيفيتي، وعشان كده انا بستخدمه، وكمان بيقلل افراز التستوستيرون وبيعمل انهبيت لارتباط التستوستيرون والدايهيدروتستوستيرون بالاندروجين ريسبتورز في السكين، وده يا جماعه مش ابروفد من الاف دي اي عشان الاكني، ولكن بيتم استخدامه كاوف ليبل. الفلوتاميد ده حاجه بتستخدم في البروستات كانسر، ده حاجه سيلكتيف اندروجين ريسبتور بلوكر مش ابروفد ايضا، ولكن ممكن يتم استخدامه كاوف ليبل. الكورتيكوسترويدز وجدوا ان البريدنيزون بيتم استخدامه في اللو ديلي دوز لوحده او مع الاستروجين كونتيننج كومبايند اورال كونتراسيبتيف بيلز، وجدوا الفعاليه بتاعته في الاكني والسيبوريه. سيبوريه الافرازات الزياده جدا من الغده سبيشوس جلاند بنقول عليها سيبوريه. ده بالنسبه للهرمونال ايجنتس. الريكومنديشنز بتاعت الهرمونال ايجنتس ايه هي الريكومنديشن؟ بيقول ان الاستروجين كونتيننج كومبايند اورال كونتراسيبتيف بيلز افكتيف كمان افكتيف وريكومندد في علاج الانفلاماتوري اكني في فيميلز. سبايرونا لاكتون ممكن يعالج الاكني في بعض او سيلكتد فيميلز. الاورال كورتيكوسترويد سيرابي اورال بقى ممكن يبقى مفيد في حالات السيفير انفلاماتوري اكني. خلاص يا جماعه دي من الحالات دي يعني ممكن يبقى ليها فوائد، دي شورت كورس من الاورال كورتيكوسترويد. بيقولوا ان بعض البيشنتس اللي ممكن يبقى عندهم ادرينال هايبر اندروجينيز ممكن يتم وصف ليهم اللو دوز من الاورال كورتيكوسترويد تمام لعلاج الاكني. دي ريكومنديشن بتاعت الهرمونال ايجنتس. تعالوا بينا نخش في الايزوتريتينوين. الايزوتريتينوين مكتوب في الاخر في الحلقه ومكتوب ايضا في الجايد لاينز في الاخر، ولكن ليه مش عارف ان احنا بنمشي دايما بالعكس؟ يعني مثلا عندنا في مصر الطب ماشي بالعكس، يعني اللي في الاخر بنستخدمه الاول حاجه. يعني ممكن تلاقي واحده راحت للدكتور جلديه عندها مايلد ومودريت اكني، وتلاقي اول صنف في روشتا ايزوتريتينوين، يعني ده اخر حاجه يعني شايفين احنا بنخلص فقره الداتا بتاعت الحلقه وبنتكلم في ايزوتريتينوين. ده هتلاقي ده تلاقي عندنا بنمشي بالعكس كده دايما كده بنمشي بالعكس. خلاص ايزوتريتينوين دي حاجه سيستميك اورال، يعني بتاخد اورال تمام. ده نوع من انواع او الحاجات المشتقات بتاعه فيتامين اي، بيتم استخدامه في السيفير اكني اللي هي النوديوريسيستيك اكني تمام. يعني انتوا متخيلين ده الابروفال بتاعه، ده الانديكيشن بتاعه، بيقلل السيبم برودكشن. لان انت عارفين طبعا شغل الفيتامين اي مشتقات فيتامين اي، بيقلل السيبم برودكشن ويقلل الليجنز وكمان يقلل فرصه حدوث السكارز تمام. الجرعه بتاعته تمام في الغالب في طبعا هو بيستخدم في 12 سنه فما فوق، في الغالب من نصف ملي جرام لواحد ملي جرام لكل كيلو جرام في اليوم، بنقسمهم على جرعتين. ولكن الجرعه ممكن دي الجرعه اللي نقول عليها ان هي في السيفير، في الحالات السيفير ممكن الايزوتريتينون يتوصف في المودريت اكني اللي مش مستجيبه للعلاجات. يعني انا معايا مودريت اكني مش مستجيبه للعلاجات خالص، حاولت كتير ومش مستجيبه، فممكن اوصفه في لو دوز، يعني في الجرعه القليله اللي هي ايه 3.1 الى نصف ملي جرام لكل كيلو جرام من الوزن مقسومه على مرتين بتاخد يا جماعه مع الاكل. يبقى الجرعه المعتاده اللي هي في السيفير في حاله الحاله بتاعه الابروفال بتاعته من نصف لواحد. على فكره الجرعه دي مهمه يعني تحفظها. الديوريشن اوف ثيرابي من 15 ل 20 اسبوع. الكونتر انديكيشنز الناس عندهم حساسيه من فيتامين اي ومشتقاته، والبريجنس الست الحامل تمام. الموست كومن سايد افكتس بتاعته حاجه اسمها الكلايتس، حاجه دي عند 90% بتحصل، وهو الجفاف بتاع الشفايف وتشققات الشفايف. دي حاجه بتحصل عند 90% من الناس اللي بتستخدم الايزوتريتينوين، الشفايف بتتشقق ويحصل لها جفاف شديد جدا جدا. يمكن في فقره الكوزموتكس هنقول عن بعض المنتجات اللي بتعمل ترطيب للشفايف اللي ممكن ان احنا نوصفها، نلاقي الدكتور بيوصف او بيدي ايزوتريتينوين ويجي حاجات مرطبه للشفايف. خلاص بنبقى عارفين ان ده حاجه هتحصل. ممكن يحصل كونجكتيفايتس عند 40%، اريتيشن عند 40%، هايبر ترايجلسيديميا زياده ترايجلسيرايد في الدم 25%، بون والجوينت بين تمام، ممكن يحصل زياده في الليفر انزيم وزياده في الاي اس ار
دي الموست كومن سايد افكتس. يعني انت عارف يعني ايه موست كومن؟ يعني انت لو عايز تشوف السايد افكت بتاعته هات لك ورقه طويله كده واقعد اكتب خلاص. فبالتالي دي الموست كومن، اشهر حاجه على الاطلاق. فانا بالتالي قبل ما ابدا علاج الايزوتروتينوين لازم اعمل ليفر فانكشن تيست واسجل الارقام بتاعتي، اعمل بريجننس تيست، واعمل ايه الليبيد بانل بتاعي خلاص. يبقى انا هعمل ثلاث حاجات، اشوف مستوى الدهون بتاعي في الدم، ليفر فانكشن تيست، ولازم اتاكد ان مفيش حمل. طيب الاف دي اي وورنينج البريجننسي كاتيجوري هو اكس. بصوا يا جماعه التراتوجينستي ايزوتروتينوين تراتوجينيك تراتوجينيك تراتوجينيك. بص هو انا يعني انا في 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 مراجعتي للايزوتروتينوين على السنوات اللي فاتت، الاف دي اي كل شويه بتغير من الورنينج بتاعها خلاص. يعني من سنوات كان الورنينج ان احنا ما نستخدمش ايزوتروتينوين على الاقل 6 شهور بعد ما نوقفه. يعني الست لو عايزه تبقى حامل توقف ايزوتروتينوين بعد 6 شهور تفكر في الحمل. يعني لازم على الاقل يقف على الاقل 6 شهور. بعد كده رجعت غيرت الكلام ده في سنوات قليله ماضيه، غيرت الكلام ده وتقول على الاقل شهر. يعني لو الست بتستخدم ايزوتروتينوين عشان تبقى حامل على الاقل شهر توقف الايزوتروتينوين. بعد كده رجعت بقى دلوقتي الوضع الحالي، عملت سيستم متوفر عليه حاجه اسمها الاي بليدج. الاي بليدج ده يا جماعه سيستم بيحصل الست بتعمل ريجستريشن فيه، والصيدلي بيعمل ريجستريشن فيه ان هو بيشتغل الوصف ليه، وده سيستم ماشي في امريكا وماشي، وده اللي اتوافق عليه من الاف دي اي علشان يقللوا من الريسك بتاع استخدام الايزوتروتينوين للست ان يبقى فيه حمل ويحصل فيه تراتوجينستي، وده اللي اتوافق عليه. خلاص يا جماعه احنا هنا طبعا الايزوتروتينوين اي حد ممكن يروح ياخده بالصيدليه عادي، ممكن واحده توصف لواحده صاحبتها تروح تاخده عادي. يمكن في بعض البلاد العربيه زي السعوديه في تحذيرات شديده جدا جدا، ما بيتوصفش غير بوصفه طبيه. يعني في تحذيرات على وصفه بشكل كبير جدا جدا. وليه كاتيجوري كده في الصيدليه بتحط فيه الايزوتروتينوين؟ يعني الصيدليه بتتقسم ده من ضمن ليه قسم كده بتحط فيه الايزوتروتينوين، ما ينفعش خالص يطلع غير بوصفه طبيه واشتراطات موجوده. في الدول الثانيه في امريكا في المدرسه الامريكيه الاف دي اي خلاص عملت السيستم ده الاي بليدج سيستم، ولا لازم لازم اي ست تستخدمه، لازم عشان يتوصف لها والصيدليه لازم تعمل ريجستريشن في البرنامج ده وتبدا ان هي يتوصف لها. يعني الموضوع بقى بشكل كبير. الايزوتروتينوين موجود عندنا رو اكيوتان، كان في اول براند اتعمل يا جماعه هو الاكيوتان، والبراند ده تقريبا في 2009 الشركه وقفته في امريكا لانه عمل مشاكل مع الناس عندهم انفلاماتوري باول ديزيز، وهو الشركه وقفت انتاجه، بس الايزوتروتينوين خلاص بقى موجود دلوقتي، بقى متاح ان اي شركه تصنع ايزوتروتينوين. الايزوتروتينوين كلام في كتير فيه، اعتقد يعني ان احنا لخصنا اهم 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 الكلام بتاع الايزوتروتينوين. بالنسبه للستات اللي بترضع مش محسوب امانه في واستخدامه او لا، السيفتي والافكتفنس بتاعته عند الاطفال اقل من 18 سنه مش محسوب ايضا. ده يا جماعه اهم حاجه ممكن نقولها عن الايزوتروتينوين. دي ريكومنديشنز لاستخدام الايزوتروتينوين، بيقول لي اورال ايزوتروتينوين ريكومندد في حالات السيفير نودولار اكني. الايزوتروتينوين يا جماعه مناسب في علاج المدريت اكني، ولكن في علاج الناس اللي عندهم مدريت اكني ولكن ريزيست للعلاجات. استخدمت معاهم علاجات كتيره جدا ومفيش نتيجه، خاصه ان الناس دول ليهم عندهم سكارنج ابتدت تظهر وعندهم ديستريس سايكولوجيكال ديستريس عالي. يعني ثلاث حاجات، شوف بيقول لي انت ممكن تستخدم ايزوتروتينوين في المدريت بس ثلاث حاجات عندك. اول حاجه ان انت فشلت في العلاج، ثاني حاجه ان انت عندك فيزيكال سكارنج ابتدت تظهر، ثالث حاجه ان الشخص ده متعرض لضغوط نفسيه كبيره جدا من اللي بيحصل له، فبالتالي انت هتلجا للايزوتروتينوين. يبقى هو مش حاله سيفير اكني ولكن اشترط على استخدامه في المدريت اكني الثلاث حاجات دول. لا صدقوني والله العظيم، يمكن انتوا الناس اللي شغاله في الصيدليه وعندها خبره كبيره في الصيدليه، الايزوتروتينوين ده يعني عند دكاتره الجلديه، يعني احنا مش عايزين نقول عند الكل ولكن بعض دكاتره الجلديه ده اول حاجه بيكتبوها مودريت مايلد بقى اي حاجه على طول. يعني خلاص اللو دوز بتاع الايزوتروتينوين ممكن يبقى افكتيف ناس يا جماعه في الناس اللي عندهم مشاكل، يعني ممكن يبقى افكتيف في حالات الاكني وبيقلل الفريكوانسي والسيفيريتي بتاعه السايد افكتس بتاعته، خاصه الجفاف اللي بيحصل. لازم اعمل مونيتورنج للليفر فانكشن تيست تمام، وسيرم كوليسترول وترايجلسرايد، واعمل بيز لاين ليهم كده واعرف انا قبل ما استخدم كانت المستويات بتاعتي الطبيعيه عامله ازاي. كل ان انا اعمل سي بي سي مش ريكومندد ان انا كل شويه اعمل سي بي سي. كل البيشنتس لازم يسجلوا في الاي بليدج بروجرام تمام. الستات اللي هم متجوزين وبيستخدموه على الاقل يستخدموا تو افكتيف كونتراسيبتيف ميثودز، على الاقل تو افكتيف كونتراسيبتيف ميثودز. استخدام يا جماعه في الانفلاماتوري باول ديزيز، وده عمل مشاكل كبيره قوي في امريكا. ده بيعمل يعني لازم الناس يعني الاطباء
لازم يعملوا مونيتورنج للناس اللي هم عندهم انفلاماتوري باول ديزيز او الدبريسيف سيمتومز، لان الازاثرون بيعمل ايضا ديبريشن، ودي من الحاجات اللي ايه اللي الاطباء يركزوا عليها في النوعين دول من الناس بشكل كبير، خاصه الناس عندهم انفلاماتوري باول ديزيز لانه بيعمل مورسن للمشاكل بتاعته. ده الريكومنديشنز بالنص كده. اهم سلايد في الحلقه بتاعتي واللي تعرفك انت ايه اللي هيحصل بالظبط، يعني ايه اللي بيتوصف بالظبط، شرحنا كل الادويه كل التفاصيل، هنعمل ايه بقى، ده الفارماكو سيرابي بتاعنا في الالجوريثم بتاعنا في التلخيص بتاعنا في العلاج، وده يعني مهم جدا انك تعرف الجدول ده. المايلد اكني ومدريت اكني سيفير اكني دي الفيرست لاين، ودي الالترناتيف تريتمنت. فشل الفيرست لاين نخش في اللي تحت، يعني ده فشل نخش في اللي تحت. المايلد ألف ب بنزول بيروكسايد لوحده عادي جدا، أو توبيكال ريتينويد لوحده عادي جدا، أو توبيكال كومبينيشن سيرابي اللي هو بنزول بيروكسايد بلس أنتيبيوتيك اللي هو توبيكال أنتيبيوتيك، يعني كده ده يقصد بيه توبيكال أنتيبيوتيك، أو بنزول بيروكسايد بلس ريتينويد، أو ثلاثة مع بعض بقى بنزول بيروكسايد أنتيبيوتيك ريتينويد، ثلاثة دول توبيكال، ده أو ده أو ده، تمام؟ ده أوبشن وده أوبشن وده أوبشن. فشلنا في الموضوع، نعمل ايه؟ نستخدم بقى، يعني انا لو بستخدم هنا مثلا بنزول بيروكسيد اد توبيكال ريتينويد، تمام، او بنزول بيروكسيد لو انا بستخدم توبيكال ريتينويد اد بنزول بيروكسيد، لو انا بستخدم ده لوحده فشلت اضيف معاه توبيكال، يبقى انا ماشي سيكونس واحده واحده كده خلاص. استخدم حاجات ريتينويد مختلفه، يعني مثلا بستخدم نوع من انواع الريتينويد مثلا، ممكن يعني فشلت فيه ممكن استخدم حاجه ثانيه، يعني انا مثلا ان انا كنت بستخدم الادابالين خلاص وفشلت فيه ممكن استخدم بقى تريتينويد خلاص، يبقى ده كونسيدر الترناتيف ريتينويد، يعني هنا كنت بستخدم التريتينويد ومش حاسس انه مش جايب نتيجه، ممكن اغيره وايه واستخدم الادابالين خلاص. ممكن استخدم التوبيكال دابسون، يعني ممكن لو في الدنيا انا مش مظبوطه هنا ممكن استخدم التوبيكال دابسون. ده بالنسبه للمايلد. مودريت توبيكال كومبينيشن ثيرابي بنزول بيروكسايد مع الانتيبيوتيك الاثنين مع بعض لوحدهم، او بنزول بيروكسايد مع الريتينويد الاثنين لوحدهم مع بعض لوحدهم، او الثلاثه مع بعض بنزول بيروكسايد انتيبيوتيك الريتينويد، دي كلها توبيكال يا جماعه، او اورال بقى انتيبيوتيك بلس توبيكال ريتينويد بلس بنزول بيروكسايد، او اورال انتيبيوتيك بلس توبيكال ريتينويد بلس بنزول بيروكسايد بلس توبيكال انتيبيوتيك. فشلت يبقى انا كونسيدر الترناتيف كومبينيشن ثيرابي خلاص. فشلت كونسيدر تشينج في الاورال انتيبيوتيك، كنت بستخدم مثلا دوكسي ممكن استخدم الازيسرو كده، ممكن استخدم كومبايند اورال كونتراسيبتيف بيل او سبيرونولاكتون في بعض الفيميلز، ممكن استخدم الاورال ايزوتريتينويد. شوف بقول لك ايه، ممكن دي اخر حاجه، لو انا فشلت بقى الدنيا كلها وعندي مشاكل نفسيه مع المريض خلاص وعندي سكارنج ابتدت تتكون، يبقى انا كونسيدر اورال ايزوتريتينويد في المودريت اكني. السيفير اكني اول حاجه معانا هي الاورال انتيبيوتيك بلس توبيكال كومبينيشن ثيرابي، معلش هنا البلس تتحط هنا توبيكال كومبينيشن ثيرابي، توبيكال كومبينيشن ثيرابي اللي احنا متعودين عليه في كله هو واحد، يعني ده او ده او ده، او اورال ايزوتريتون، يعني اما ده يا اما اورال ايزوتريتون. طب انا دلوقتي عندي مشكله، يبقى انا اغير الاورال انتيبيوتيك تمام، او احط اضيف كومبايند اورال كونتراسيبتيف او سبيرونولاكتون، او ان انا اضيف الاورال ايزوتريتونين، يعني انا ممكن استخدم الحاجات دي ممكن اضيف معاها الاورال ايزوتريتونين. ده بالنسبه يا جماعه للالترناتيف تريتمنت، ده بالنسبه لتلخيص ايه اللي بيحصل بالظبط وايه هي الحاجات المنصوص عليها. تعالوا بينا نخش بقى في الفيزيكال موداليتيز، ان انا استخدم حاجه اسمها فيزيكال موداليتيز، ان انا استخدم حاجه زي مثلا تاشير الكيميائي كيميكال بيلز، كيميكال بيلز تاشير الكيميائي، وفي ميكانيكال بيلز. الكيميكال بيلز يبقى انا هستخدم ماده كيميائيه عشان تعمل تاشير للجلد، انا كده كده الجلد عندي بيتاشر لوحده وبيتجدد لوحده، ولكن انا بسرع من عمليه التاشير دي ان انا بشيل الطبقه الميته الخارجيه وبخلي الخلايا الكيراتينوسايتس يحصل لها بروليفريشن اسرع ويبدا ان هو يكون جلد جديد. الجلد الجديد ده اهم حاجه ان انا احافظ ان انا ابعده عن الشمس نهائي، ان انا احافظ عليه علشان يبدا الجلد الجديد ده يبدا يتكون، فبيديني جلد جديد فيه سموس، لو في رينكلز ممكن تتشال، في تجاعيد ممكن تتشال، لو في بعض البيجمنتيشن ممكن تتشال، في بعض السكارز الخفيفه ممكن الاقيها تم ازالتها، فدي بنقول عليها الكيميكال بيلز يا جماعه خلاص. في عندي ثلاث انواع من الكيميكال بيلز، في حاجه اسمها سوبرفيشال، دي اللي هي الطبقه الخارجيه الرقيقه الخارجيه بسيطه جدا جدا تمام، ودي مش بتاثر قوي، اما الميديم بيل ده بيبقى التقشير بياخد طبقات اكتر، الديب بيل بيبقى تأشير عميق، السوبرفيشال بيل بيتعامل بحاجات اسيد خفيفه، مايلد اسيد زي الالفا هيدروكسي اسيد والساليسيليك اسيد يا جماعه،
بيحسن شويه من المايلد سكين ديسكولوريشن، وبشويه بيعمل سموث سوسنج للسكين. اما الميديم بيل بستخدم الجلايكوليك اسيد او ترايكلورو اسيتيك اسيد يا جماعه، وده يا جماعه ممكن يتم استخدامه في حالات الرينكلز او حالات السكين ديسكولوريشن العاليه او المودريت العاليه. ممكن نستخدم الديب بيل. الديب بيل بيتم استخدام ترايكلورو اسيتيك اسيد بتركيزات اعلى من اللي كنت بستخدمها في الميديم بيل، وبيتم استخدام حمض اللي هو الفينول، ودي يا جماعه بيشيل طبقه كبيره من طبقات الجلد، ودي بيعمل طبعا طبقه كبيره يعني بيبقى فيه زي شبه بيرن في السكن، ودي طبعا بيبقى ليها احتياطات. كل ده دكتور التجميل هو اللي بيعمل العمليه دي. تعالوا بينا نشوف ايه المنصوص عليه في الـ في البيلنج بالظبط. عندنا حاجتين، الجلايكوليك اسيد بيلز، ان انا استخدم حمض الجلايكوليك اسيد ده بيستخدم في الاكني بالجلد والاكني سكارز، بعض السكارز ممكن يتعمل ده يا جماعه. لو انا عايز استخدم الجلايكوليك اسيد تركيزات مختلفه من 30 ل 70%، كل تركيزاته على حسب انت عايز تشيل انهي طبقه بالظبط. لو انا عايز اشيل الطبقه الفيري سوبرفيشال اللي هي طبقه رقيقه جدا جدا جدا، بستخدم تركيز من 30 ل 50% الجلايكوليك اسيد، بيتم استخدامه من 1 لدقيقتين. ازاي بيستخدم يا جماعه؟ اول حاجه بنضف الجلد كويس، دكتور التجميل بيعمل كده طبعا، بيجيب قطنه تمام ويحط عليها الجلايكوليك اسيد من تركيز 30 ل 50%، ويبدا يدعك في السكن بشكل دائري او بشكل كده متناسق السكن مع بعضه كده، ويمشي عليه بالقطنه، يستمر في المشي على السكن من دقيقه لدقيقتين فقط. لو زود عن كده هيشيل طبقات اكتر. خلاص يا جماعه. طيب السوبرفيشال بقى من 50 نستخدم تركيز اعلى 50 ل 70%، وبيتم المشي على السكن بالقطنه، ويقعد يغير القطنه ويجفف كده، ويجيب قطنه ثانيه ويحط ويقعد يمشي عليها كده. ممكن تشوفوا في فيديوهات على اليوتيوب توضح لكم الموضوع ده، لكن الموضوع سهل انك تتخيله معايا. يعني قطنه يقعد يمشيها على السكن كده بشكل تدريجي، ان هو يبقى عارف ما يقعدش يمسك حته في السكن ويقعد يدعك فيها، لا انا بدعك في السكن كله بنفس العدد، يعني كله متساوي بشكل متساوي، مش بركز على حته وحته، لا بمشي على السكين بشكل متساوي لمده من 2 ل 5 دقائق. الميديم بقى والديبس دي بيبقى 70%، دي 3 ل 15 دقيقه. شوف زياده عدد الدقائق والتركيز ادى الى طبقات اعلى بكتير. خلاص بستخدم الكلام ده امتى؟ كل 15 يوم جلسه، كل 15 يوم من مده 4 ل 6 شهور. دي يا جماعه ثلاث جلسات، دي هنا ده الصوره بعد ثلاث جلسات من ال 30%، ده اضعف حاجه. شايفين في تحسن خالص، في بعض السكارز الخفيفه ابتدت تروح، الجلد بقى فيه نضاره كبيره جدا، فالموضوع ممكن يبقى كويس جدا جدا. بس ده طبعا انا بستخدم التأشير ده بعد ما اخلص كورس الايزوترتيناين على الاقل 6 شهور، يعني يعني تمام، يعني ما ينفعش ابقى مستخدم ايزوترتيناين بس ايزوترتيناين بيعمل جفاف وبهدله في السكن، ما ينفعش اعمل تأشير، ان تأشير بيديني مشاكل في السكن، وكمان ايزوترتيناين فيبقى ما ينفعش، لازم اخلص الاول كورس العلاج بتاعي او اتخلص من الاكني، ممكن اعمل حته التأشير دي، لان التأشير بيخلص لي من المشاكل اللي ظهرت لي من الاكني. هنا برضو دي كونترا انديكيشنز ثانيه يا جماعه لعمليات التأشير. ممكن يحصل بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن او سكيرنج في التأشير لو انا التأشير مش مناسب لبشرتي، وكمان لو بعد التعرض للشمس بدون استخدام الصن بلوك تمام، ده هيدي مشاكل. طبعا انا مقشر طبقات فرحت اتعرضت للشمس، انا بقى هيحصل فيه هايبر بيجمنتيشن، لان طبقات الجلد الميته اتشالت، الطبقات الحيه ابتدت تتعرض، زياده الطبقات الميلانوسايتس ابتدت ان هي تزيد وتزود افرازات الميلانين، فيبقى فيه هايبر بيجمنتيشن. فدي احتياطات، ليها احتياطات، مش مجرد حاجات سهله ان انت تعرفها وان انت تجربها وخلاص، تجيب المحلول تجرب. في بقى تاشيرات مقشرات ثانيه، حاجات خفيفه انت ممكن تعملها في البيت او البنت تعمله في البيت، دي حاجات خفيفه ما بتحتويش بتركيزات اللي انا بقول لك عليها، الحاجات دي بتتعمل عند دكتور التجميل. ساليسيليك اسيد بيلز دي يا جماعه بيتم استخدامها في الكوميدان الاكني، يبقى انا مش دي بقى في السكارز، لا دي بتستخدم في بعض البلاك هيدز والوايت هيدز عشان يبدا ان هي يتم ازالتها. الساليسيليك خفيف شويه، فيري سوبرفيشال 20% يتم استخدامه 2 ل 4 دقائق يا جماعه، ده 30% و2 ل 4 دقائق زي الكونترا انديكيشن زي بالظبط الجلايكوليك اسيد بيل، بيدي بعض التهيج الخفيف والمشاكل الخفيفه بس كويس، يعني دي حاجه من الحاجات الخفيفه. الجلايكوليك اسيد حاجات من الحاجات المتوسطه. تعالوا بينا نشوف حاجات تانية يا جماعه، زي ان انا اشيل الكوميدو. بشيل الكوميدو ازاي؟ لو هي على حسب هي بلاك هيد ولا وايت هيد. البلاك هيد بيتم بازالتها عن طريق ان انا بدوس عليها حوالين البلاك هيد كده بشكل جنتلي، بدوس عليها بشكل بسيط
وشكل يعني في مش ادوس الاقيها ما طلعتش، اقعد ادوس وادوس جامد فاعمل اريتيشن في السكيل، فبدوس بشكل جنتل لغايه لما تطلع. اما الوايت هيد بتطلع بيه زي الاداه اللي هي دي الحاجات اللي بتشيل الوايت هيد خلاص. اما البلاك هيد محتاج ان انا ادوس عليه. الانترا في حاجه تانيه بيتم استخدامها من حاجات الفيزيكال موداليتيز، ان انا بستخدم انترا ليجنال كورتيكوستيرويد، ان انا بحقن في النوديول نفسها، النوديول اللي هي السيست الكبيره دي بحقن فيها ماده من المواد الكورتيكوستيرويد زي الترايمسلون اسيتيت، وده بيتم حقنها يا جماعه في حالات ان في انفلاميشن عالي جدا جدا في النوديول دي. استخدام الليزر، الليزر او اللايت ديفايسز، تمام، مهم جدا ان احنا نتكلم عن النقطه دي بشكل سريع. ومن اشهر اجهزه الليزر اللي بيتم استخدامها في الاكني جهاز اسمه بي دي تي اللي هو فوتو دايناميك ثيرابي، وده من اشهر الحاجات اللي بيتم استخدامها. بيتم ان هو بيموت السبيشوس جلاند نفسها، بيعمل لها الدامج، ودي من الحاجات الافكتيف جدا جدا يا جماعه. لو هنتكلم عن الريكومنديشنز بتاعت الفيزيكال موداليتيز، هنلاقي ان هم بيقولوا لنا ان ليميتد ايفيدنس، تمام، للفيزيكال موداليتيز في علاج الاكني، زي ان استخدام الليزر او الجلايكوليك اسيد بيز او الساليسيليك اسيد بيز، يعني الايفيدنس مش قويه بشكل كافي. في بقى حاجه اللي هي الالترناتيف ميديسن، الطب البديل بقى والاعشاب والحاجات دي، لو كواليتي ايفيدنس، يعني في ايفيدنس بس الكواليتي بتاعتها مش قويه، تمام. بتقول لي ان استخدام التي تري اويل اللي هو زيت الشاي اللي هو زيت شجر الشاي، او البي فينوم اللي هو الفينوم بتاع النحله، اللي هو الفينوم بتاع النحله ده من الحاجات اللي ممكن تبقى مفيده في الاكني. وعلى فكره يا جماعه في حاجه اسمها رودايل، رودايل ده من رودايل بي فينوم، دي حاجه مشهوره جدا 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 من الحاجات الكوزمتكس اللي بيتم استخدامها. الاثنين دول هنتكلم على الالترناتيف، الاثنين دول مهمين جدا في الاكني، بس هم دول بس، يعني تي تري اويل والبي فينوم، خلاص. مهمين جدا، البي فينوم في البشره مهم جدا جدا خاصه في الاكني. كده يا جماعه يبقى احنا انتهينا من شرحنا في حلقه النهارده الداتا العلميه بالفارماكوثيرابي بتاعها، خلاص. ولكن احنا يهمنا ان احنا نعمل حاجه اسمها سكين كير، وده اللي هنشوفه في فقره الصيدليه في فقره الكوزموتيك. يبقى فقره الصيدليه ملهاش علاقه قوي بالداتا بتاعت الحلقه بتاعت النهارده، يعني مش هنشوف الادويه اللي اتكلمنا عليها النهارده دي. ممكن يبقى خلينا يعني سيبوا لنا انتوا حاجه تانية وخدوا انتوا دي، يعني انتوا اتعبوا معانا شويه في الحلقات بتاعت الدرماتولوجي، شوفوا انتوا الادويه اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده، خدوا الاسماء بتاعتها وشوفوها في جوجل وشوفوا الصور بتاعتها. احنا هنعمل بقى، سيبوا لنا انتوا بقى حاجه، ان احنا هندخلكم في فقره جديده، فقره الكوزموتكس هتبقى فقره الصيدليه. مع كل حلقه كده ممكن نقدم فقره ان احنا نشرح منتجات التجميل اللي ممكن تستخدم في الحلقه، يعني ممكن النهارده هنشوف المنتجات، نشوف ايه هي الكلينسرز اللي بيتم استخدام تنظيف البشره او التقشير او الحاجات اللي هي التقشير والبراندات بتاعتها، المستحضرات اللي بترطب الشفايف عشان المشاكل بتاعت الايزوتروتينوين. فهنحاول مع كل حلقه نقول المنتجات المناسبه للحلقه دي ان شاء الله. مع جزء الدرماتولوجي يبقى احنا خلصنا حاجتين، اتكلمنا عن الدرماتولوجي وكمان اتكلمنا عن الشق اللي هو المنتجات اللي هي الكوزمتكس.